صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم نهار الخميس 29/11/2018. عالم صباح جديد وفقرات جديدة من هلأ ولغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. أكيد محطات عديدة اليوم رح تقطع معكم بخلال عالم صباح، ودايما منقلكم لكل ما بيتسنى لهم يحضرونا بمكان ثابت هني موجودين فيه، فيكم تحضرونا على futuretvnetwork.com/live، وأيضا فيكم بعدين تتابعوا الفقرة اللي أنتم بدكم إياها على الوقت اللي أنتم بيناسبكم على اليوتيوب، وأكيد تحضروا الفقرة المخصصة لنهار اللي انتم بتكون اياه واكيد للوقت اللي انتم حابين تحضروا فيه. هيك واحد بياخد كمان هيك وقته اذا فينا نقول. لسبب بنلاحظ قديش عن جد صار واحد مش مربط بس انه يقدر يحضر الشغله بوقتها، لانه بنعرف انه اوقات كثير منكم قاضيين نص وقتنا على الطرقات او علقانين بالعجقه او عندنا كثير امور عم نجرب نخلصها، وبنعرف قديش بنركض نركض نركض وما في شيء بيخلص. بقى في اشياء بنكون حابين نتابعها اكيد مثل فقرات عالم صباح وما بنلحق نحضرها بوقتها، بقى اكيد فيكم تتابعوها وقت اللي انتم بدكم. اليوم انا وحسون معكم. صباح الخير شيف. صباحو غيدا. شو عندنا اليوم؟ اليوم في عنا وصفات كثير طيبه مثل العاده ومثل كل يوم. بس امبارح اذا لاحظت محضرين نحن كنا دجاج بالزعتر وايضا الكريمه. اليوم في عنا دجاج بالزعتر والليمون والحامض. اوكي، بس امبارح ما معقول انتم عم بتحطوا عليهم الزعتر، ما معقول ريحتهم شو كانت طيبه وطعمتهم بعد اطيب. في عنا كمان بعد ما خلصنا بالزعتر، لان في عندي ايضا طبق ثاني البطاطا المشويه كمان مع الزعتر واللحم المفرومة وصلصة البشاميل، بخبر عنها المشاهدين خلال فقرات رشة ملح، وأيضا في عندي نوع سلطة، سلطة النودلز. هول هن وصفتنا غيدة لليوم. ما عندنا وصفة حلو. ما في وصفة حلو؟ ما في عندنا اليوم وصفة حلو. طيب أنا بقول لك للمشاهدين طبعا مثل العادة مثل كل يوم ما تنسوا الورق والقلم لحتى أعطيكم كل المقادير خلال فقرات رشة ملح. أكيد احنا بانتظارك من هلا لغاية الساعة 1 بدنا نجاوب على الأسئلة وأسئلة الواتساب اللي بعتونا إياها. إيه مزبوط، وانت دائما عم بتجرب تمرقهم للاسئله كمان بخلال كل ايام الاسبوع لحتى تقدر تجاوب على كل الاسئله على الواتساب. اكيد من هلا لغايه الساعه 1 نحن باقيين معك شيف، بس بدايه عالم صباح بتكون مثل العاده مع كارمن والابراج. صباحكم الخير. يوم الخميس 29 نوفمبر تشرين الثاني، اليوم القمر مرافقنا من برج الأسد حتى الساعة 1:10 الظهر بتوقيت بيروت، بينتقل من بعدها لبرج العذراء. نهارنا مقسوم إلى قسمين، فكيف رح بتكون كل الأبراج؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك يوم مولود برج الحمل، الأجواء بعتبرها جيدة وحلوة نشيطة قبل الظهر وبعد الظهر. إذا في عندك موعد بدك تنقي ساعة، عندك القدرة لتختار، من المستحسن تختارها قبل الساعة 1:10 بتوقيت بيروت، لأنه في تسهيلات من قبل الحظوظ اتجاهك. بتبقى المواليد الأكثر حظا 25-27 أدار مارس. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور، نهار واضح جدا انه الحظوظ فيه مختلفه كليا. من هلا للساعه 1:10 بتوقيت بيروت، الجو ضاغط نسبيا عند مولود برج الثور، المود عنده طباعه بعد نفس الشيء مكمله مثل امبارح او الامبارح، بعدك منك مرتاح كليا، بعدك نتفه منغلق على نفسك، ما كثير عم تحكي، بعد ما رضيت. لكن ابتداء من الساعه 1:10 توقيت بيروت تنقلب الامور لصالحك، عندئذ رح بتلاحظ رح بتكون انت مرتاح اكثر، الامور بتحمل انفراجات تلقائيه منها لحالها بتوصل لعندك، ورح بيكون في عندك حظوظ بتساعدك لحتى تعوض عن هاليومين ونص يلي مرقت فيهم وتعبت فيهم. الاكثر حظا رح بتكون مواليد شهر نيسان ابريل طبعا بعد الظهر. ننتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لك مولود برج الجوزاء، انت كمان بتنتمي لمجموعة الابراج يلي نهارها في فرق 180 درجة بالحظوظ فيه، مقسوم الى قسمين هيدا النهار. من هلا للساعة 1:00 توقيت بيروت الجو لا بأس به، في تشجيع لك
لحتى تخلص أشغالك، لحتى تشهل، لحتى تبت الأمور وتخلي بعد الظهر والمساء ابتداء من الساعة 1 الظهر توقيت بيروت، لحتى تهتم بأمور كتير صغيرة منا بحاجة تطلع من الدائرة اللي أنت مرتاح فيها. يعني تبقى بمكتبك، تبقى ببيتك، تبقى بمدرستك، بصفك، بمكان أنت بترتاح فيه. ابتداء من الساعة 1 الظهر توقيت بيروت يبدو وكأنه الأجواء ما بتعود هالقد مسهلة عندك، ومزاجك ما بيعود هالقد رايق. تبقى المواليد الأكثر توترا نسبيا بعد الظهر والمساء هي مواليد شهر أيار مايو. بننتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان هيدا نهار بيبدأ ببعض التفاصيل البسيطة وبيتطور تدريجيا خلال ساعات النهار إلى شغل، إلى ركض، إلى معالجة أمور، وكله بديناميكية وبقدرة كتير حلوة وبحظوظ حلوة بتساعدك. كما أنه بعد الظهر يتميز مولود برج السرطان بقدرة على تخطي أي سؤال، أي عقبة، أي موقف طارئ بيصير، وذلك بسبب سرعة خاطره وسرعة بديهته. الأكثر حظا 28 ل 30 حزيران يونيو، ويلي عم بيمرق نوعا ما بمرحلة بتحمل ظرف يمكن يكون إيجابي يمكن يكون سلبي، لكن ظرف متطلب و بيفرض نفسه، هي مواليد 20-21 تموز يوليو. بننتقل لبرج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد ما بتفرق بهيدا النهار، لأنه الشمس دعمتك 100% من برج القوس، القمر ببرجك حتى الساعة 1 الظهر توقيت بيروت، بعدين بينتقل لبيت المال. كل هيدا النهار بيخدم مصلحتك، لكن بعد الظهر وعشية المساء بدك تفكر أنه مش كل شيء رح يوصل لعندك على طبق من فضة، يمكن حتى في بعض الأمور بتحاول تاخد منك، تسحب منك معلومات، دعم، خدمات، شو ما كان، خبرة. وبالتالي هيدا نهار أنا بعتبره إيجابي، ضلك واعي، في احتمال أنه تحصل على اللي بتريده صباحا قبل الساعة 1. الأكثر حظا 27 ل 29 تموز يوليو. ننتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء عانيت من الأمرين باليومين اللي مرقوا، بعد المعاناة موجودة أو الظروف الضعيفة بعدها موجودة حتى الساعة 1:10 بتوقيت بيروت. بيوصل عند إذن الأمر لبرشك وبتتغير الأمور عند مولود برج العذراء، ترجع له الحماسة، بيرجع له التفاؤل، ترجع لعندك الثقة في النفس، وبترجع نوعا ما تنتفض على الأمر الواقع. هاليومين ونص اللي مرقوا اللي كان فيهم فوضى وتأخير وانت ما بقى بدك نوع من استسلام أو رضوخ للأمر الواقع، هون مولود برج العذراء تقلب الطاولة لصالحك، وبتبدأ الأمور بالدوران، بلشت تدور الأمور لمصلحتك ابتداء من الساعة 1:10 بتوقيت بيروت. ما تاخد أي قرار قبل الساعة 1:10 اليوم. الأكثر حظا رح بتكون اليوم بعد الظهر مواليد شهر آب أغسطس، لكن لأنه كوكب المريخ موجود ببرجك كون حذر اليوم، مولود 30-31 آب أغسطس 1 أيلول سبتمبر، من المعاكسات، المواجهات والتحديات. ننتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان إذا بدك تاخد جواب، إذا بدك تختمها، إذا بدك ترتاح، إذا بدك تقوم بالاتصال وتسمع الجواب النهائي، معك فقط من هلأ للساعة 1:10 الظهر توقيت بيروت. بعد الساعة 1:10 الظهر توقيت بيروت تدخل بمرحلة انتظار، ترقب، waiting list، وتستمر هالأمور حتى الأحد صباحا، وبالتالي لحق حالك، معك فقط من هلأ للساعة 1:10. وبتضل الأكثر حظا بهالفترة 20-22 أكتوبر. بنكمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب هيدا نهار بيزيد لك، بيعطيك قيمة مضافة، هيدا نهار بيشجعك، هيدا نهار صحيح بيتعبك وعم بيتعبك صار له يومين، لكن هو كأنه عم يمتحنك ليعطيك المكافأة. هل يا ترى بتستحق؟ عملت منيح بالدفوار، بتاخد علامة عالية. هيدا نهار أنا بعتبره إيجابي، ما تخاف منه، هنالك ارتياح، هنالك انفراج بسير الأمور ابتداء من الساعة 1:10 بعد الظهر بتوقيت بيروت. الأوفر حظا رح بتكون 30-31 أكتوبر 1 نوفمبر تشرين الثاني. منكمل مع برج القوس.
بالنسبة لبرج القوس هذه الفترة هي فترة مهمة جدا إيجابية جدا لبرج القوس. المشتري موجود ببرجك، يعني نحن دخلنا بزمن القوس لأنه المشتري ببرجك، يعني عندنا فترة رائعة تستمر حوالي السنة لكن تدريجيا شوي شوي لتمرق على 30 يوم لبرج القوس. فأنت اليوم تتمتع بوجود المشتري ببرجك، الشمس موجودة ببرجك من هلا الساعة 1 صباحا 1 ظهر توقيت بيروت، القمر موجود ببرج صديق لك برج الأسد، يعني من هلا للوحدة وعشرة الظهر توقيت بيروت أجمل فترة بهالنهار. يعني بعد الساعة 1 وعشرة حضر حالك لبعض المتطلبات ونوع من مفاوضات نوعا ما أو تحدي نوعا ما ليشوفوا قديش انت قبضاي وقديش انت بتعرف، فما تخاف منه بجميع الاحوال. 26 ل 29 نوفمبر اليوم وكل هالاسبوع اكثر المواليد حظا بين كل الابراج. ننتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي انفراج، واخيرا صرنا من نهار الاحد الماضي مولود برج الجدي اوضاعه صعبه صعبه تعيسه. الجو يتحسن ابتداء من الساعة 1 و10 دقائق ظهر توقيت بيروت، ما معناتها شلنا الزير من البير، ما معناتها انه انقلبت الامور 180 درجة، لا، لكن بلش يبرم دولاب الحظ لصوبك، الاجواء بتصير افضل. مواعيد بنخليها لبعد الظهر او لبكره اذا بدك، عم نحكي طبعا كله بتوقيت بيروت. اذا مولود برج الجدي حضر حالك الى تطورات ايجابيه نسبيه ابتداء من 1 و10 الظهر. الاوفر حظا نسبيا رح بتكون مواليد ديسمبر، لكن كونوا حذرين جميع الاحوال 30 و31 ديسمبر لانه كوكب سحل عندكم ويجذب لكم المسؤوليات. بننتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو واخيرا بيزيح عنك هالقمر يلي عم بيواجهك، صار له يومين وباقي بمواجهه لك حتى الساعة 1 و10. شو بتعمل هالمواجهة؟ هالمواجهة بتدخل انه بعض الاعتراضات، فيها تكون اعتراضات بسيطة مش انه اعتراضات هائلة مثلا، لكن بتحس انه في حدا عنده حق وعم بيواجهك بهالشي، سواء كنت على الطرقات، البوليس، يمكن بامور قانونية، يمكن عند اهلك عم بيطالبوك باشياء معينة، في حقوق، في واجبات، في نوع من مطالبة، في يمكن حتى بالبيت بعلاقاتك مع الاشخاص الغرب في شوية تحديات. نصحتك تكبر عقلك وطول بالك، بدك تطول بالك للساعة 1 و10 الظهر توقيت بيروت، عندئذ فقط عندئذ بترتاح وبتزيح هالغيمة. 24 ل 26 كانون الثاني يناير الاكثر حظا نسبيا. بنكمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت لما بيوصل القمر لبرج العذراء وبشكل مربع مع الشمس رح بيصير شيء عند مولود برج العذراء اليوم ابتداء من الساعه 1 و10 الظهر توقيت بيروت، نوع من ما رح اقول عواصف فلكيه لكن نوعا ما بدك تنتبه، الاجواء بطلت مشرقه، السماء بطلت صافيه بفلكك، الاجواء صارت متعبه ومتطلبه، ما معناتها انت ضعيف، انتبه، لا يوجد ضعف بحظوظ مولود برج الحوت اليوم، لكن يوجد طاقه بحاجه الى درايه، بحاجه الى توجيه لحتى ما توقعك او تفوتك بالحيط بصراحه، مثل ما احنا بنقول فوتك بالحيط لانه ما بتعود تعرف شو عم تعمل، منك ديسيبليند وبالتالي ما في انضباط، فانتبه من المشاكل ابتداء من الساعه 1 و10 بعد ظهر توقيت بيروت. خاصه اذا كنت من مواليد 27 28 اللي خلقان ب 29 شباط و1 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة ناجحة أو على الأقل تعد بنجاح، هيدي السنة معقولة تحمل هجرة، سفر، انتقال، تغيير من مكان إلى آخر، من بلد إلى آخر، من شغل إلى شغل وأنت بتكون مبسوط ومرتاح، حتى الدراسة معقولة تغير السيستم، معقولة تنتقل من ميجر إلى آخر، من جامعة إلى أخرى، هيدي السنة ممتازة، ديسمبر، جانيوري، نيسان، أبريل، آب، أغسطس أفضل الأشهر، إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. رح نتابع محطاتنا بعد دقائق، ريوة بتكون معنا مع ضيفة بحلقة اليوم من على ساحة السلامة، خليكن معنا.
محطاتنا وموضوع جديد صحي رح تطرحه اليوم روى على ضيفة بحلقة اليوم مع صحة السلامة. صباح الخير روى. صباح الخير غيدة وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. موضوع المشاكل الجنسية عفواً عند الرجال يمكن ما مننتبه له كتير أول ما يكون في مشاكل منفكر بالمرأة وكيف بدها تنحل هالأمور، لكن الرجال بيعانوا من مشاكل كتيرة ومرات ما بيكون في تسليط للضوء عليها، وبالتالي يمكن بيعانوا بصمت، بيخجلوا يحكوا عن هالموضوع وبتأثر على حياتهم الحميمية وحياتهم العائلية بدون أي مساعدة، مع العلم أنه فينا نعالج هالمواضيع إذا حكينا عنها بصراحة وتم تشخيصها وعلاجها. اليوم رح أحكي عن قصور الغدد التناسلية عند الرجال. ضيفي دكتور يوسف هزيمة، اختصاصي بأمراض الغدد الصماء والسكري. صباح الخير دكتور يوسف. صباح الخير. صباح. هالموضوع كتير مهم لأنه ما بنحكي عنه كتير. صحيح. وبعرف أنه أنت شاغل على هالموضوع كتير وحتى عامل ستاديز ودراسات عليها. شو هي هالمشكلة إذا بدنا نعرفها؟ تعريف الغدد التناسلية عند الرجل هني باختصار هني الخصيتين. نعم. في الشباب ممكن يكون عندهم بعض المشاكل بالخصيتين، ما بيعودوا يفرزوا كمية كافية من هرمون تستوستيرون أو ما بيعودوا يقدروا يعملوا كمية كافية من البذرة وممكن يصابوا بالعقم. فضعف التستوستيرون، الهرمون التستوستيرون أو ضعف البذرة أو اثنين سوا بنقول لهم قصور بالغدد التناسلية. طيب شو سببها؟ هل هي في عامل وراثي او هو نمط حياه او يمكن نتيجه انفكشن او التهاب معين انصاب في الصبي الصغر قبل البلوغ؟ شو السبب؟ نعم، بالحقيقه في كثير اسباب لقصور الغدد التناسليه. اذا بدنا نقسمها بنقسمها لاثنين كاتيجوري، برود كاتيجوري، يعني فئتين كثير كبار. بنحكي بالاول انه في الغده النخاميه اللي هي موجوده باسفل الدماغ، هيدي الغدة بتنظم عمل عدة غدد بالجسم من ضمن الغدة الدرقية والغدة اللي فوق الكلى والغدة التناسلية، سواء المبيض عند المرأة أو الخصيتين عند الرجال. فنحن وقت لما نقسم شو السبب بدنا نعرف هل هي من الغدة النخامية اللي بنقلها هون سيكندري يعني ثانوية، أو هل هي الخصيتين بحد ذاتهم هن المشكلة فيهم. فإذا كانت المشكلة بالخصيتين بنقلها برايمري أو أولي. كتير ضروري نميز بين السببين لأنه العلاج ممكن يختلف. الأدوية اللي بنعطيها أحيانا بتختلف من بين الفئة الأولى والفئة الثانية. شو السبب المباشر لتكون مشكلة من الخصية؟ نعم. هل هو تكويني؟ نعم، السبب المباشر اللي بالخصيتين يعني إذا قلنا البرايمري أو الأولي، في بالحقيقة كمان عدة أسباب، منها الكونجينيتال التكويني. يعني في بعض الحالات بينما بيخلق الصبي بيكون كتير مليح وبيكبر وبيتزوج، بس بعد ما يتزوج بيلاقي عنده ضعف بالبذرة. في أحيانا بيكون عنده خلل بالصبغيات أو الكروموزوم. ممكن يكون في عنده منتظمة كلاين فلتر سيندروم، هيدي كمان خلقية، بيكون في خلل بالكروموزوم فما بتكون مبينة هو وطفل، وحتى بس يبلغ ما بتكون مبينة، بتبين لاحقا بحياته بأنه عدم القدرة على الإنجاب. عدم القدرة على الإنجاب. إضافة مرات الدوالي عند الرجل هي بتكون موجودة عند الولادة بس بتبين بعدين على كبر. هيدول الكونجينيتال أو الخلقية. بالنسبة للأشياء الثانية اللي ممكن تتعرض لها أو يتعرض للخصيتين، ممكن يكون في تروما مثلا، يعني واحد أخذ خبطة أكسيدنت مثلا، خبطة على الخصيتين، ممكن يتورموا بعدين يروح الورم، بس بعد فترة يلاقي أنه عنده نقص بالتستوستيرون، الهرمون التستوستيرون، أو نقص بالبذرة. إضافة للتروما في عندك الالتهاب اللي مثل ما تفضلتي وذكرتي، أي انفكشن التهاب بتصيب الخصيتين ممكن تؤدي لهبوط بهرمون التستوستيرون أو هبوط بالبذرة. وبالأخص فينا نذكر عند الشباب المامبس أو الأبو كعب. إذا أبو كعب صاب الأطفال ما في أي مشكل، ولكن إذا أبو كعب صاب شاب بالغ أو رجال ممكن يضرب على التستيكلز على الخصية وكمان يؤدي لهبوط بالتستوستيرون أو هبوط بالبذرة. وفي طبعا أنا كمان نحكي عن أمراض مزمنة، يعني اللي عنده أمراض بالكلى وعم يعمل غسيل للكلى، هيدا معرض أكثر من غيره أنه الخصيتين ما يشتغلوا.
كمان في عنا الأمراض اللي مثلا مرضى الكبد اللي بيكون عندهم ليفر سيروزز وأمراض الكبد مزمنة عندهم تشمع بالكبد نعم. كمان هيدولي مع الوقت ممكن يوطى التستوستيرون. وفي عنا بعد كمان في أشياء تانية، مثلا إذا كان في مريض عنده بروستات كانسر بروستيت يعني سرطان البروستات أو سرطان المبولة وأخذ علاج بالأشعة، علاج بالأشعة على منطقة الحوض، مع الوقت ممكن تكون أثرت وصل جزء من الأشعة على الخصيتين ومع الوقت ممكن ينصاب بهبوط بالتستوستيرون أو البذرة بسبب تعرض الخصيتين للأشعة. واو، الأسباب كثيرة. نعم. طيب هل إذا تم تشخيص السبب المشكلة، نعم، هل ممكن نرجع السبيرمز أو البذرة للوضع الطبيعي، نعم، أو نرجع الهرمون للوضع الطبيعي ولا بيتوقف حسب السبب؟ نعم، بيتوقف هو بالحقيقة حسب السبب. نحن حكينا شوي عن الخصيتين أو السبب الأولي إن الالتهاب وما شابه. اللي بيكون عندهم برايمري يعني بالخصيتين البذرة بتكون ضعيفة، أحيانا ممكن يعتازوا لإمبلانتيشن يعني ياخد الطبيب الأخصائي ياخد البذرة ويعمل تلقيح اصطناعي منشان يحل المشكل، ولكن هيدول عادة هن 15% عفوا 15% من مرضى كسور الغدة التناسلية هي برايمري. نعم. لأنه الأكثر من هيك 85% عادة هن أسبابها بالغدة النخامية اللي تحت الدماغ واللي هلأ كمان بنحكي عنها شوي. نعم. فإذا كان السبب الغدة النخامية، نعم، بنلاحظ نفس المشاكل، نعم، لكن السبب مختلف. السبب مختلف. هل هو معقد أكثر أو أسهل؟ لا، هو بالحقيقة شوي معقد سبب الغدة النخامية لأنه عم نحكي ب 85% من الحالات. نعم. فأسباب الغدة النخامية كمان بنقسمها لجزئين، منها الكونجينيتال يعني خلقي، يعني بيكون في مثلا ورم موجود عند الخلقة بس ما مبين مزبوط، بيبين بعدين، بالتالي الغدة ما عم تشتغل مزبوط، الغدة النخامية ما عم تشتغل. في أمراض بتصيب الغدة النخامية يعني بيصير في انفلاميشن فيها، مثل أمراض جهاز المناعة بيضربها للغدة النخامية بتبطل تشتغل، فبتبطل تعطي هالإشارة للخصيتين أنه اشتغلوا مزبوط، السيجنال يعني الدرايف بخف. ومن ضمنها كمان إذا مريض عنده مثلا كانسر وانتشر وصل للغدة النخامية كمان ممكن تعمل هيك. الأورام تقول الغدة النخامية هن معظمهم أورام حميدة، ما بنحكي عن كانسر بشكل عام، ولكن هالورم اللي بيصيب الغدة النخامية بيأثر على إفراز الهرمونات، ممكن تتأثر الغدة الدرقية أو الغدة اللي فوق الكلى، وأكثر شيء بيتأثروا المبيض عند المرأة والتستيكلز أو الخصيتين عند الرجال. طب بهالحالات هول سواء كان السبب مباشر من الخصية أو من الغدة النخامية، شو العوارض اللي بيحسها الرجل؟ لأنه عم تقول أنه ما بيبين إلا بعدين، شو اللي بيبين؟ بالحقيقة العوارض ممكن ما تبين لسنوات، ممكن يفكر المريض أو الشاب أنه هو ما عنده أي عوارض مشكلة. وقت اللي بتصير العوارض كمان تعتمد على العمر، يعني اللي بعمره 20 أو 30 وصار عنده مشاكل نقص بالتستوستيرون عوارضه شيء، واللي بيكون بالستين وسبعين بيكون عوارض شيء. من ضمن هيدا العوارض مثلا الشاب بيجي لعنا بيكون عم يحلق دقنه مثلا كل يوم أو يوم إيه يوم لا، بس وقت اللي بيصير في عنده نقص بهرمون تستوستيرون بخف نمو الشعر، بيصير يقلنا مثلا أنا عم بحلق دقني هلأ مرة بالأسبوع أو مرة كل 10 أيام، بخف الشعر عن جسمه، مثلا بيكون في شعر بقول انا كان عندي شعر وعم بخف. المصل الكتله العضل بجسم الانسان التستوستيرون بينمي العضلات، فوقت اللي بيكون عنده نقص بالتستوستيرون مع الوقت ممكن يكون في هبوط بالمصل ماس او كتله العضل. الانرجي الطاقه، يعني في شباب او رجال بيكونوا عم يقدروا عم يمارسوا نشاطهم الطبيعي، بيقول لك انا بعمل سبور او بمشي او بركض، وفجاه او مع السنين بطل عم يقدر يعمل النشاط اللازم. وطبعا بما انه عم نحكي غدة التناسليه، القدره الجنسيه مثلا ما عم يقدروا يكونوا يعني شركاء بعلاقه حميميه. في كمان عوارض تانية، يعني بيكون في عدم قدرة على الانتصاب ولا ما في رغبة؟ اثنيناتهم بالحقيقة. في ما في الرغبة، الرغبة بتقل كتير، بيقلك أنا ما عندي رغبة لبلش علاقة حميمة، أو كمان القدرة على الانتصاب. بس الرغبة هي بتتأثر كمان أكتر من الانتصاب. وفي كمان احيانا بيكتشفوها صدفه، بيكون الواحد زحط شوي مثلا صار عنده فراكتشر، كسر صغير عند الشاب. الرجال ما لازم يكون في فراكتشر، عظم الشاب الرجل مش مثل عظم المراه، فاحيانا بنكتشف انه عندهم اوستيوبينيا اللي هو ضعف بالعظم او الاوستيوبوروزز. مثل ما النساء بعد سن ال 65 بينصابوا بترقع العظم، اذا رجل عنده نقص بالتستوستيرون العظم عنده بيصير ضعيف وممكن يصاب بكسور.
هيدول العوارض اللي نحن مرات بيجوا لعنا المرضى فيهم. وفي كمان مثل ما في مينوبوز بنقول عند المرأة في هبات سخنة، عند بعض الرجال حوالي 15% من الرجال بينصابوا بشيء اسمه الاندروبوز. الاندروبوز شبيهة للمينوبوز، بيصيروا يقولولنا انه نحن عم نحس بهبات سخنة، عم نقرأ ونشوب كتير، فبنعملهم فحص تستوستيرون وممكن نلاقيه واطي او حتى لو نورمال. وها ممكن يصير باي عمر، يعني وقت اللي بصير ضعف بيبين. طيب اذا بدنا نعطي هيك مثل ريكومنديشن او توصيه، مثل ما بنقول للسيدات تعملوا ماموغرافي كل سنه، اعملوا فحوصات نسائيه كل سنه، شو بدنا ننصح الرجال بهالحاله؟ لانه فعلا ما بيفكروا بهالموضوع، يعني ما بيفكروا بهالموضوع الا لما توقع المشكله. هل في نوع من الفحوصات اللي بتساعدنا على الكشف المبكر؟ هو بالحقيقة نعمل كتير دراسات وفي توصيات من الجمعيات الأوروبية والكندية والأمريكية، هل لازم نطلب من الشباب أو الرجال يعملوا فحص تستوستيرون ولا لا؟ فهون المسألة كونتروفيرشال، يعني في جدل عليها، في كتير جدل عليها. ففي جمعيات بتقول لك لا ما ضروري تعملي تيست لأي مريض إذا ما عنده عوارض، وفي منهم بيقولوا لك لا لازم تعملي على سن ال 65 او ال 75 وما شابه، فهون في جدل. هل قد عمر كبير؟ نعم، يعني لانه ممكن ينصابوا بعدين. الصغار عاده ما بينصابوا الا اذا كان عندهم عوارض، بنطلب الفحص اذا كان في عوارض. هلا في مرضى ما بيكون عندهم عوارض بس نحن لازم نطلب لهم، مثل مثلا مرضى السكري النوع الثاني اللي عنده السكري تايب 2 دايابيتيز، هيدا معرض اكثر من غيره. اللي عنده تشمع الكبد مثل ما حكينا، او عنده مشاكل بالكلى وعم يعمل غسيل كلى، هدول عاده ممكن ما يكون عندهم عوارض بس عندهم نقص. المريض مثلا اللي بيجي عنده فراكتشر كسر كمان، هيدا اذا نحن شاكين فيها ومنا صوره ولقينا في ضعف، اذا ضعف بالرغبه الجنسيه، كمان اذا ما عنده رغبه جنسيه، بعده شاب صغير وما عنده رغبه جنسيه، او عنده انفيرتيليتي عنده عقم وعملوا له فحص وبين انه البذره ضعيفه، كمان هيدا الشاب لازم نعمل له فحص تستوستيرون. في كمان الكانسر، مرضى الكانسر هدول كثير معرضين، لانه في بعض العلاجات الكيميائيه بيكونوا اخذوا علاج كيميائي ولكن اثر له على الخصيتين، وبعدين بعد كم سنه بيلاقي حاله تستوستيرون واطي او عنده نقص ضعف بالبذره. الفحص هو عباره عن فحص دم صح؟ الفحص قصور الغدد التناسليه هو عباره عن فحص دم، ولازم ينعمل فحص التستوستيرون بين الساعة 8 الصبح وال 10 الصبح. ونحن مرات كتير بيجينا مرضى عاملين الفحص عاملينه الساعة 4 بعد الظهر أو 3 بعد الظهر، التستوستيرون بيتأثر بالسيركاديان ريزم بالنوم والفيقة، يعني لازم ينعمل بهالوقت لأنه بعد الظهر ممكن يكون أوطى وهو ما يكون عنده شيء المريض. بعد فحص التستوستيرون إذا مزبوط لقيناه واطي، معظم المختبرات بتقول إنه لازم يكون بين 300 ل 800 نانو جرام بالديسيليتر. طبعا إذا بمختلف الدول في غير يونتس، يعني بس نحن عم نحكي بهاليونت 300 ل 800 نانو جرام بير ديسيليتر. بس في مرات بيكون عندنا 350 مثلا، ها 350 بيقول لك المريض نورمال، بس لنورمال هو مش لعمرك نورمال، يعني اذا كل عمر له شيء، يعني اذا شاب عمره 20 سنه مش لازم يكون 350 ولو كان نورمال، لازم يكون 600 او 700. فنحن بنحاول نعمل انتربريتيشن، يعني تقييم لهالفحص هل هو مزبوط ولا لا، بيناسب عمره للمريض ولا لا. بعد فحص التستوستيرون اذا لقينا في ضعف بدنا نتاكد هل هو من الخصيتين ولا من الغده النخاميه، وعلى اساسها بيتحدد العلاج. بننتقل ساعتها اول شيء لنعمل فحص دم للغده النخاميه، واذا لقينا فيها شيء ممكن نطلب صوره المغناطيسيه الام ار اي لنشوف اذا في تورم او اي مشكله فيها، وبنحدد العلاج ساعتها. حلو كتير، موضوع اكيد كتير مهم، وبنرجع من يعني بنعمل حلقات كمان اكثر عنه، بس اهم شيء انه اي عوارض ما نهملها، الفحص ينعمل بالوقت الصحيح 8 الصبح بين 8 الصبح و10 الصبح، ويتم تحليل النتائج بحسب عمر الشخص، وما نستحي نحكي عن اي مشكله او اي عارض غير طبيعي بيمرق معنا. شكرا لك دكتور هزيمه. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، نرجع لعندك غيده. شكرا ريوة، اكيد رح نتابع محطاتنا بعد دقائق لما بتكون معنا بيشوفي، وايضا الشيف حسين ورشة ملح، خليكن معنا. رح نتابع محطاتنا ولما صارت موجودة معنا بالستوديو وشوفي.
اليوم مع اقتراب موسم الشتاء اللي مستحي يعني بيقرب وبيرجع بفكر مرتين انه اذا بيقرب فصل الشتاء مع خلال شهر ديسمبر المقبل، وبعدنا هيك بنحس حالنا انه الحراره بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل، بس اكيد كثير ناس بلشوا يحضروا كل التحضيرات لموسم الشتاء ومنهم الفرو. اليوم رح تحكي عن هالموضوع لما بالتفصيل بحلقه شو في صباح الخير لما. صباح النور. يعني فعلا هلا في كثير ناس بلشوا يحضروا حالهم، يعني بتشوف البوتس شوي بلشوا يحضروا الامور كثيره، بس الفرو اكيد بين التحضيرات. ناطرين الشتاء. ناطرين الشتاء. بالنسبه للفرو السنه مش بس ثقيله، بتشوف الفرو بكل قطعه بالثياب، بتشوفيها بالتوب، بتشوفيها بالبوتس، بتشوفيها بالساك، بتشوفيها بالسكيرت، بتشوفيها بكل الثياب. صح. بس انا اليوم حابه احكي عن الفرو لكم، انه انا اكيد صارت الناس تعرف انه انا انيمال لوفر، انا ضد الفرو الاصلي. في فرو فيك فر بالسوق رائع ما بتحسوا الفرق، معليه يعني فينا ما نعيشها كثير ونلبس فرو منه اصلي ونحافظ على الثروه الحيوانيه. هلا رح نشوف القطع وبعدين قولوا لي اذا حلوين او مش حلوين. اوكي. هلا رح نشوف اول صوره، بركي بنشوفها دغري ورا لانه شوي غامقه الصوره مش عم نشوفها بننتبه لها. طيب هيدا صحيح عم بورجيكم اياهم، كمان بدنا نحكي لمين بيلبقوا طبعا. هيدا لون شتائي اذا بدكم بامتياز. صحيح. هيدا اللون اللي هو مثل البن المحروق بذكرنا بالخريف. هيدا لون ايرث كولر، الوان ترابيه، بتروح كثير للي بيكونوا الباليت الكولر تبعيتهم سبرينج واوتم. اثنيناتهم بيلبق لهم هالشيء. ليه؟ لانه بتكون عيونهم شوي يعني بين البني والعسلي، بين الاخضر الفاتح، بيكونوا البشره كانها بتحسيها هيك مش جو تكون بيضة كثير، فيها تكون حنطيه بس فيها نماش، يعني بنفوت على هالالوان هيدي من البشره، هالالوان من العيون، والشعر بيكون اجمالا بني. حتى بني محروق، حتى اكيد فينا نفوت على الكستنائي، بس دائما الباليت دو كولور هيدي بيكون يعني انتم في ببشرتكم او ببصله شعركم اللون البني المحروق اللي كانه في حمار. هيدا ايرون، والايرون موجود كثير بمناطقنا بمنطقه البحر المتوسط. الشعوب هنيك في عندها كثير ايرون بجلدتها بشعرها، بقى اكثر شيء هالالوان تلبق لها. هلا هون عم نشوف ثاني وحده. هلا السنه درجه كثير فرو ملون، كل الالوان حلوين خفاف، وفينا اكيد نحس حالنا على الموضه بلا ما نقتل بهالحيوانات. ثالث صوره. اوكي هلا هون قصدنا نحط اكيد في اشياء بتكون كات ووك، هن هون انعرضت هاي القطعه لحتى تساهم بعدم قتل الحيوانات، وتقول انه شوفوا فينا ناخذ كل الالوان اللي بدنا اياها. ايه والفروه حلوه. هلا على الملمس كثير جميله. وانا بفهم انه بعض الناس كانوا يقولوا بالزمنيات انه يا الله مبينه فيك. ايه مزبوط، كانوا كثير بشعين صراحه او يعني. ما يحسوها انه شيك اذا منا اصليه. ايه انه ايه شو بدهم يقولوا. مدام تو تو تو. ايه زمان هيك كانوا للاسف. فالفرو الصناعي كان بشع، لانه كان تحسي نايلون، كنت تحسي انه بشويك. ما في شيء من الفرو، من ملمس الفرو الاصلي. فهلا كله تغير وصار اسعارهم مخيفه، يعني صارت اسعارهم غاليه، بس بالقليل بتحسي حالك انت ماشي على الصراط المستقيم. هلا درجه كثير البرنت. اوكي مثل ما انكم شايفين هيدول مش ضروري رح اقتل نمر. مش ما يعني ما حدا طالب مني ذبحهم. فكثير حلوين. بنرجع بذكر انه الفرو بينصح. الفرو اكيد بدكم تنقوا قصه تزبط عليكم. صحيح. صدقوني الفرو الاصلي والفرو المش اصلي، وحيلا قطعه اذا القصه مش حلوه بدها تنصحكم. يعني في ناس تشتري فرو اصلي بيطلعوا مربعين، انه انا لبسه فرو اصلي، بس لا، بدكم تفتشوا على القصه اللي تلبق لكم لانه الفرو خطر. صحيح. اوكي فهيدي اول قطعه من اللي عم بورجيكم اياها. شوفوا الالوان شو حلوه.
هيدي كمان مثل ما قلنا لون الشتي بامتياز عجنزاري يعني اذا بدك، ملمسهم كتير حلو وكتير شيك. صحيح. اوكي، فالاكيد الاسود لا ما في غنى عنه. صحيح. بيلبق لنا ما بيلبق لنا للبشره بالنهايه هيدي تتقيله. هلا الاحلى واحلى وقتها بيكون الفرو في معه فابريك تاني، عندك جلد معه، عندك قماش معه، عندك دم معه. فمن شو بتشكي هالقطعه؟ حدا يعطيني خبر. ولا ممكن تفرقوا بين الاصلي والغير اصلي. صحيح صحيح. بقى بالسوق مالين ركوا عليها وجربوا جربوا طلعوا من قصة انه انا ما في غير ما البس اصلي لحتى بين شيك. شوفوا هيدي شو حلو القطعة. فكرة الفرو الابيض كتير دارج واصلا حلو كتير الفرو الابيض كتير حلو. بيلبق اكيد للكل لكل الالوان لكل الالوان، بس بتفرق معكم اذا بدنا نكون كتير بيكي ونحكي ميك اوفر. هون الابيض الابيض بيلبق اكتر شيء للي بتكون وينتر كولر وسبرينج كولر، سوري وسمر كولر، لانه هيدوك الموسمين بيلبق لهم يلي بلوكاسي اوف وايت، هالابيض السكري اكتر لحتى يربز يمرز يبرز جماليه الجلده. هلا بالفرو يلي منه أصلي أكيد الواحد فيه يتفنن الماكسيموم، يعني غير إذا أنتم معكم مليار حبين تزتوه تروحوا تشتروا فرو أصلي تقصقصوا منه تشتغلوا فيه بالطريقة، يعني بصير سعره خي وما فيكم تشتروا ما فيكم تشتروه. على كل هيدي قطعة كتير حلوة، ما في أحلى من الفرو يلي منه أصلي، وفيكم تشتروا عدة وحدات. صحيح. بمبلغ معين تشتروا عدة عندهم كذا موديل وكذا موديل وكذا ساعتها فينا نتفنن باللون، ساعتها مش بقول يا الله هاي الحيلة والفتيلة خليني اجيب الأسود لأنه أنا عم بدفع فرو أصلي. وقت بيكون الفرو مش أصلي أنا بكون ماشية على الموضة مبسوطة باللي عم بشتري، عاملة عمل خيري بكل معنى الكلمة، وعم بقدر يكون عندي عدة قطع بهالخزينة. شوفوا هي شو حلوة مهضوم بهالخزينة. دايما الأسود والأبيض في أفكار في أفكار، يعني أنا بنصحكم تنزلوا فعلا وجربون. أنا ما بفتكر حتجيبوا فرو أصلي مصبوغ زهر، لا إيه ماشي الحال. رح نجرب قد ما فينا نعجل بالصور لحتى نشوفهم قبل ما يخلص الوقت. كمان كل الألوان الفاتحة، كانت قبل ناس تقول لا لازم البس فاتح تحت والبس تقيلي غامقه فوق، العكس صاير هلا على الموضه. سو ما تخافوا فما تخافوا، هيدي اخر صوره عم نشوفها بالالوان. بذكركم انه الوان يلي بورغندي ليلك اذا بدك الموف الفاتح ما بيلبق للسمر بليز، هيدول الوان لازم تكون البشره بيضه فاتحه كتير. فاتحه لحتى تقدروا تلبسوها. فان شاء الله تكون هالحلقه هيك عملتكم نوع من توعيه، لانه انا هيدي شغله كتير كتير بتهمني قصه. صحيح. الحيوانات وعم نطلع بالاخر نحن لابسين احلى تياب، عندنا مجال نشتري ماكسيموم وبنكون حمينا الحيوانات من التدبيح اكيد، وخاصه وانه مثل ما قلتي يعني عم بيكون في خيارات كتير كبيره بالسوق، سو الواحد قادر فعلا حلوة. يغير قد ما بده. صح. ويحس انه القطعه رح تكون يعني بالخزينه تبعيته اكثر من لون، وما بيقدر يحس ما بيحس حاله انه لا هو بس بده يحصر حاله بلون واحد. مزبوط. اكيد بدخلهم بيصير مع كل تيابه ونحن رح نرجع نشوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي بعالم الصباح. رح نتابع هلا محطاتنا والشيف حسين بلش يحضر لحتى يكون مع بداية أطباقه ورشة ملح. صباح الخير لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم في عنا ثلاث وصفات مثل ما خبرتكم عنهم ببداية عالم الصباح. عنا سلطة النودلز هالطبق الكتير طيب، عنا البطاطا المشوية مع الخضار وصلصة البشاميل، وأيضا في عنا دجاج بالزعتر والحامض. هول هن لكل مشاهدينا وصفاتنا لليوم. طبعا انا قبل ما بلش حضر وصفاتي بدي اذكر كل المشاهدين اذا حدا عنده اي سؤال بحب يسالنا اياه فيكم تتواصلوا معنا عبر رقم الواتساب
اللي رح نشوفه قدامنا على الشاشة، وأنا كل يوم مشاهدينا بجيبكم على الأسئلة اللي بتطرحوها علينا. طيب، عندي لليوم صدورة الدجاج مسحبة بدون جلدي بدون عظم، هيدا الطبق لطبق الدجاج بالزعتر والحامض، بالإضافة في عنا لحمة خشنة، كمان مشاهدينا في عنا نودلز. هول الثلاث وصفات الرئيسيات لليوم اللي رح نحضرهم لطبخاتنا. أنا بأول فقرة من فقرات رشة ملح رح جيب صينية، بهيدي الصينية رح حط فيها بطاطا، لكن مشاهدينا في عندي بطاطا مثل ما عم بتشوفوا بقشرتها، طبعا مغسلينها كتير منيح وعم نحضرها بهالشكل. بدي حط للبطاطا خليط، هو عبارة، خلينا نحضر هيدا الخليط أنا وياكم. عندي زيت زيتون، لكن وعنا أيضا من الزعتر، رح حط زعتر ورح حط كمان مشاهدينا زنجبيل بالإضافة للبابريكا، وبدنا نفوتهم على الفرن لحتى تستوي البطاطا. وبتاني فقرة من فقرات رشة ملح رح نحضر صلصة البشاميل، رح نحط طنجرة على النار، بدنا نقلي البصل، بدنا نقلي اللحمة، طبعا رح نقليهم بزيت الزيتون، ونرجع نضيف لهم البازيلا، وأيضا نحضر صلصة البشاميل نحطهم بصينية ونفوتهم على الفرن مع جبنة الموتزاريلا. لكن عندي زعتر، عندي كمان بابريكا، عندي أيضا زنجبيل بودرة بهالشكل، رح أخلطهم مع بعض. لكن مثل ما عم بتشوفوا بلشنا بالبطاطا، أنا عم نخلطهم بهالشكل مع بعض للبطاطا مع الصلصة الشهية مع البهارات مع الزعتر. طبعا فينا نحط كمان نوع مشاهدينا من الأوريغانو. هيدا الخليط صار جاهز لحتى نفوته على الفرن. أنا رح أشويه هون، رح أحضرهم، وأيضا رح أحضر سفين للدجاج المسحبة مثل ما خبرتكم مشاهدينا بدون جلدة بدون عظمة، لتاني فقرة من فقرات رشة ملح، لنتبل الدجاج أيضا مع البهارات مع الزعتر مع عصير الحامض مع زيت الزيتون وأيضا مع الفلفل الأسود. لكن الدجاج رح أقطعه، رح أغسله وجهزه، لأن نحن مثل ما خبرتكم أول ما بنستلم الدجاج لازم نغسله بالخل والملح، ونرجع نصفيه ونحطه ونستعمله. أنا رح أحضر الدجاج، طبعا غسلهم وحضرهم وقطعهم، لتاني فقرة من فقرات رشة ملح رح تبل الدجاج أنا وياكم. رح أسلق كمان نودلز، وبخبركم مشاهدينا بعد شوي بالتفصيل عن باقي وصفاتنا لليوم. وما تنسوا أنه بآخر فقرتين رح أجوبكم على أسئلة الواتساب. أما هلأ بالعودة إلى جيدة، يعني عم بيشتغل هيك طبخات طيبة، عم بيحاول يعود لي عن الدسير اليوم، مش مشكل، حضر انت اللي بدك اياه، ونحن اكيد بعدين رح نروح لعندك لحتى نذوق اطباقك الطيبه مثل كل يوم. واكيد رح نتابع بعد دقائق محطاتنا مع فقراتنا وضيوفنا، خليكن معنا. كندا صارت موجودة معنا باستوديو، رح نحكي عن نبتة كتير حلوة وحلقة جديدة من أرض الورد. كندو صباح الخير. صباح الخير. يعني عن جد اليوم هيك رح نحكي عن نبتة أو عن زهرة كتير منحبها ومنشوفها كتير كمان، بس أوقات واحد بيحتار يمكن كيف بده يهتم فيها، وهي البيبي اوركيد. البيبي اوركيد والاوركيد اليوم معنا اثنين، اليوم الام وبنتها. مع انه شوي مختلفين عن بعضهم، بس بحب وقت ثاني نحكي عن الاوركيدي، لانه بلاحظ كثير بتكثر الاسئله عن الاوركيدي خاصه مع اقتراب موسم الاعياد. وما في نهار تنين بيمرق الا ما بيكون في اكثر من سؤال عن نبته الاوركيدي. فنرجع نذكر شوي مين هي الأوركيدية، شو هي، من وين جاية، والأنواع كمان مثل ما قلت اليوم معنا البيبي أوركيد والأوركيد، يلي هيدول العبارات الشعبية يلي بنستعملها عادة. بس نقول بيبي أوركيد بنكون عم نقصد نوع من الأوركيدية يلي هو الدوندروبيوم، يلي عادة بنشوفها كتير ببوكيات الأعراس، يلي بنشوفها كتير حتى بزينة الأعراس، وكتير بنعرفها مش كنبتة إنما كعرق بنسميه
بنسميه عرق البيبي اوركيد، يعني بنشوفه عند الزهارين ك زهره او فلور كوبي كات فلاور مش كنبته. واللي هي ما في احلى منها ككادو يعني مثل ما قلتي، وحتى هلا بموسم موسم الاعياد وعلى مدار السنه يعني كمان حلوه حلوه ككادو. مزبوط. واكيد وقت اللي بنحكي عن الاوركيديه اذا واحد هيك عم بيقول اوركيديه او اوركيد بيكون عم بيقصد الفالينوبسس يلي هي اكثر انواع الاوركيد انتشارا واكثر مبيعا وحلوه، مش هيك بتشوفي صار في كثير انواع وكثير الوان مثل ما عم نشوف كمان قدامنا. بتشوفي الابيض ابيض يلي هي عاده بس تقولي اوركيديه دغري بيخطر على بالك هاللون الابيض الناصع قد ما انه حلو، والزهره الكبيره عاده، والالوان الثانيه يلي شفناها من الأورنج للبربل لكل الألوان يلي ممكن أن نتخيلها. اللي بيجمع بين كل أنواع الأوركيدي هو شكل الزهرة يلي ما بيضيع أبدا، بس يلي هي كتير مميزة مع هال مثل كأنها فراشة عندها الاثنين الورقتين يلي مغلفين الوسط تبع الزهرة، وبعدين عندك ثلاث ورق يعني دايما هي شكلها مثل الستار إذا بديك. في عندي عطول ثلاث بتلات او اوراق موجودين تحت بالخلفيه، وفي عندي ورقتين مغلفين الوسط وسط الزهره كمان. هيدا كل انواع الاوركيديه. نحن كل مره بنحكي عن الاوركيديه بذكر انه هي اكبر انواع او اكبر عيال عائلات بانواع الازهار، فوق ال 25 الف نوع. في منا بري بعده بيطلع حتى بمناطقنا بلبنان. في انواع من الاوركيديه البريه ان شاء الله نعرف انه نحافظ عليها لانه ما بنشوفها كثير. قليل ما نشوفها وهي ازهار صغيره ما بنشوفها كثير. وعندنا الانواع يلي هي مزروعه. عم نشوف الدندروبيوم، زهره الدندروبيوم يلي بتختلف شوي عن الام، هيدي البيبي اوركيد، ب انه الورقه تبولها او البيتال تبولها مروسه على الطرف، بينما هونيك بتشوفيها مدوره. بتختلف كمان بشكل الوراق او تحت المنبت تبعها، بانه الاوراق ما بيطلعوا كلهم من الكعب، في عندي مثل تيج تطلع الوراق منها، وفي عندي السمبلي اللي بتطلع كمان. بتشوفي مثل كانها شوي قصبه، يعني بتشوفي الوراق كمان على التيج طالعين لفوق، مش من الكعب مثل الاوركيديه اللي نحن معودين عليها، بس كلياتهم بينتموا لنفس العائله واجمالا عندهم نفس بس بالله عائله كبيره. شجرة العيلة كبيرة كتير كتير كبيرة كتير فعلا. 25 ألف نوع من الأوركيدية حول العالم، بيختلفوا كتير بأشكال الزهرة، ألوانها، أشكال الوراق، وحتى المنبت أو الأصل تبعها بيختلف. مثل ما قلنا نحن بس نقول أوركيدية، هالأوركيدية اللي بنشوفها عند محلات الأزهار دايما بنقصد الأوركيدية اللي بتوصلنا من ماليزيا وتايلند أكتر شيء، هيدول الموطن الأوركيدية اللي بنشوفها عند الزهارين. ولكن كانتاج ونحن من وين توصلنا الاوركيديه، توصلنا من هولندا اجمالا اكثريه الاوركيديه اللي بنشوفها بالسوق اللبنانيه، لانه في كل التكنولوجيا المطلوبه لحتى تنتج نبته الاوركيديه، علما بانه انتاجها منه سهل كثير. بلبنان جربوا كثير انه ينتجوا هيدي الزهره ووصلوا لكواليتي او لنوعيه كثير جيده، ولكن كلفه الانتاج على مساحات صغيره بلبنان بالمقارنه مع استيرادها طلعت انه ما كثير بتوفي ماديا، ولكن قدرنا انه ننتج اوركيدي بلبنان ببعض المشاتل. نرجع نذكر شوي الاوركيدي شو بدها، شو بدها، كيف بدها لحتى تضل تعيش. امبارح بعد كان عندي ثلاث اسئله عن الاوركيدي كمان. اول شغله لازم نعرفها انه الاوركيدي هي نبته استوائيه، يعني عم نقول تايلاند وماليزيا، فاذا هي نبته استوائيه من الاشياء المهمه كثير لها هي الرطوبه مش المي اللي بنسقي فيها. هيدي نبته بتعيش على اغصان الاشجار، يعني تتشوفي قديش هي ما بدها تراب ابدا، منا بحاجه لانها تنسقى كثير، منا بحاجه انه الجذور تبعولها تكون دائما مغطسه بالمي، بس
بحاجه لجو رطب حواليها. حتى اللي نعطيها هيدا الجو الرطب شغلتين لازم انه نعملهم. هالتراب يلي تنزرع فيه الاوركيدي كثير بيساعد على تامين هالجو الرطب، بانه اول شيء نحن بنسقي التراب يلي هو منه تراب، دائما بنحكي عنه هو قشر صنوبر، بس حتى بضل عم بيتنفس وبيصير عم ببخر المي من هال مثل الحجار او القشر الصنوبر يلي موجود، بيعطينا جو رطب. ثاني شغله نحن بنحط عادة اوركيدي بالصالون، بنحطها بالمحلات يلي اكثر شيء بنشوفها، مثل ما بنمسح الغبره لكل الاشياء اللي بتبقى موجوده على الطاولات، الاوراق تبول الاوركيدي لازم انه نمسح لهم غبرتهم لحتى اول شيء نروح عنا الغبره، وثاني شيء لحتى نعطي الرطوبه على الاوراق. دائما بس يكون عندي نبته ورقتها كبيره استفيد من انه ورقتها كبيره، وفيني اني استعمل ماشي قطنيه مبلله بالمي لحتى امسحها. اكيد بدنا كثير ننتبه هون، ما فيني اقول منرش الورق تبعولها بالمي، اذا بدنا نعملها خليها تكون يعني مش على طول، المسح هو افضل بكثير. وفينا اللي فينا انه نعمله هو بين وقت وثاني، بدل ما نرش السبراي مي نقدر انه نحطها بالمغطس او بالمجله لحتى نغسل الاوراق بالمي. وقتها نعمل هيدا الشيء كل قديش يعني موجود. يعني اذا بنحكي يعني مره كل جمعتين او ثلاثه يسوى انه نعمل هيدا الشيء، بس الرطوبه يلي بنعطيها اياها بالمي بالقشر الصنوبر هي اكيد اهم بكثير لحتى تضل مرتبه، ومسح الغبره كمان كثير مهم. هلا وقت نكون مثل ما قلت عم بحطها تحت المي تحت الدوش لحتى ليه اول شيء اعطيها مي بكثره على القشر الصنوبر اتاكد انه شبعت مزبوط، وثاني شيء لحتى نغسل الاوراق بدنا ننتبه بس انه ما ترقد المي، ما تضل المي موجوده بين الاوراق هون، ما بدي اياها ابدا تكون موجوده بين الاوراق، بدي ارجع طبها شوي لحتى لي تروح المي اللي موجوده بالكعب تبعولها. بس تيخلص موسم ازهار الاوركيدي ساعتها هون بتصير الاسئله بتكتر، انه شو بدنا نعمل فيها؟ اوراقها حلوين بس ما بقى عم تعطي ازهار، ماتت الاوركيدي ولا ما ماتت؟ طالما انه الاوراق تبع النبته تبعولنا بعدهم لونهم اخضر، طالما انه الجذور يلي موجودين بعدهم بتحسيهم جامدين منهم ترايا يعني ما عفنوا، معناتها انه الاوركيدي بعدها كثير بصحه منيحه، زهرت ما في ولا نبته بتضل مزهره دائما دائما، اكيد في موسم بيروح بده يرجع يجي موسم جديد. صحيح. اي متى بيجي الموسم الجديد؟ ما بعرف، لانه الاوركيدي ما بتعطيك امتين، يعني ما في عندك وقت، في على القليله 8 اسابيع ما بتعطي فيها بتريح حالها، من بعد منها اذا كان عم تعطي من الغصن نفسه، يعني اذا كان هيدا الغصن هو يلي كان مزهر لنفترض وراحت الازهار يلي موجودين، عاده يلي بعمله بدي قص مش هيدا العين يلي موجوده هون دغري تحت الزهره، خليني للي تحته بقدر قص هون، في عندي العين يلي موجوده هون، ودائما خليني اختار عين او العقده يلي موجوده تكون طالعه لبرا، يعني اقدر انه تحت لي اعطي مجال انه الغصن يطلع بشكل حلو، اذا كان لا منا طالعه لبرا بنزل يلي تحتها، مهم انه العين يلي بختارها تكون عندها هيك بتحسيها مورمه، يعني بتحسيها انه فيها عقده مضبوط يعني. ايه لحتى تكون بتعطي منتجه ما نتركها لحالها، بقص بين الاثنين ساعتها وبترك هالغصن لحتى لي زهر. في ايام على الارجح انه بزهر وقتا بتحسه انه بعده اخضر، في ايام لا بيكون تعبان هالغصن هيدا، بتلاقيه حتى لو نحن قصيناه بلش يدبل او يبس كله سوا تدريجيا لحتى ننزل لفوق، معناتها انه منه ريدي منه جاهز انه يعطيني ازهار. يلي بيصير اذا كان دبل كله سوا منقصه من الكعب ومننطر، اكيد بصير ننطر اكثر، بس بيجي نهار يعني دائما طالما انه الورق خضره بعدها بيجي نهار بتعطيني ترجع غصن عن جديد من الكعب من كعب الورق نفسه بيرجع بيعطيني الازهار تبعه. نعم.
بهالوقت نحن ناطرين انه ترجع تعطي، لازم انه نعطيها مغذيات. أيه. اذا كان بدي انه تنتج، لانه ما ننسى التراب يلي بنزرع فيه الاوركيدي ما فيه اي غذاء، الغذاء يلي بدها تاخده اخذته بالمشتل، مشان هيك بتوصلنا مزهره ومن بعدها ما في عندها شيء يغذيها. ما في مغذيات ابدا، ما في مغذيات ابدا. هلا ما بيمنع انه بتضل بتعطي اول سنه، السنه يلي بعدها اكيد ما بيعود في عندي ولا اي غذاء بقلب التراب، لازم انه نغذيها. في بالاسواق كثير مغذيات خاصه بالاوركيدي، بنصح دائما انه نستعملهم. اذا ما قدرنا انه نحصل عليهم، نقدر انه نستعمل مغذيات للنباتات المزهره. دائما للاوركيدي نستعمل نص الكميه يلي بنستعملها عاده للنباتات الثانيه، لانه ما بيصير انه نكثر من الغذاء، خاصه انه مثل ما قلت التراب يلي موجود ما بيلقط الفيتامينز او الفرتلايزرز يلي بنعطيها اياهم. فعلا مثل ما قلتي، لانه نبته واحد بحبها وبيبسط فيها وبيحب تكون موجوده عنده بالبيت لسبب، بحاجه يعرف انه كيف بده يهتم فيها على مدار الوقت. ومثل ما بتاخذ بريك 8 اسابيع ماكسيموم بالسنه، عندها شهرين مينيموم بتريح. طيب صح. فرصه. نحن بنرجع بنشوفك ان شاء الله كندا بعالم الصباح. راح نتابع محطاتنا بعد دقائق مع محطاتنا وفقراتنا، خليكم معنا. معارض عديدة بتصير على كل المجالات بلبنان، واليوم رح نحكي عن معرض كتير حلو عنوانه وأيضا مهم كتير اللي بيصير فيه كل سنة. هيدي السنة الثانية اللي بيصير بالفورم دبيروت. اليوم رح يحكي معنا أستاذ جاك منسا، وهو ناشط ثقافي ومنظم صالون فنون المرئية بمعرض فورم الطاقات والفرص. اليوم أستاذ جاك صباح الخير. صباح. وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. فعلا الموضوع كتير مهم، عنوانه بالدرجة الأولى كتير أساسي، لأنه لما بنحكي عن الطاقات، لما بنحكي عن الفرص، بنعرف قديش مرتبطين ببعضهم، لأنه في عنا كتير طاقات بلبنان، وللأسف أوقات بتنقصهم الفرص. هن نفس الشيء مفروض يمشوا، بس أوقات الفرص بتنقص هالطاقات. بقى قديش بهيك معارض عم بتحاولوا تخصصوا لهالموضوع وتأمنوا فعلا أنه الطاقات تقدر تاخد فرصها اللي لازم تاخدها بالحياة؟ هو مثل ما حددت الموضوع مزبوط كتير. بس طبعا المعرض بخصص جزء من الفرص أكيد. لهالطاقات، لان أكيد. انت بتعرفي لانه الطاقات كتير، طاقات كتير. وبالمعرض بتجي زيارات، مثل عام الاول اجى حوالي 23,000 زائر، في قسم كبير منهم كان عم يبحث عن فرص عمل او يتعرف على مؤسسات تهتم بهالامور. وبالفعل في كتير شباب قدروا نجحوا بالاستحصال على شيء بهالمجال، وفي منهم ما قدروا لانه الكميه مثل ما بتقولي محدوده. بس صحيح. اهميه المعرض انه اول شيء بيظهر وجه من وجوه لبنان الايجابيه، انه عندنا طاقات، هالطاقات موجوده. بعدين بيظهر وجه من وجوه لبنان الحضاريه والثقافيه، لان المعرض متنوع. صحيح. بقى الهدف منه هو انه يتثبت اللبناني بارضه، وتحاول تساعديه لإيجاد فرصه عمل، او اذا كان في تعاونيه تعرض منتوجاتها، المزارع يعرض منتوجاته، الفنان يعرض انتاجه، افلام في مهرجان الافلام كمان، المخرجين الجداد افلام تعرض لاول مره. في توقيع كتب، متنوع فعلا. الواحد صحيح. وفي المؤسسات العامه عم تعرض وظائفها وتفسر الوظائف اللي عندها، في الشركات التجاريه بمختلف المجالات كمان، بندعيهم كلهم يشرفونا. اكيد. وبهالحفل كله عم بيصير احتكاك وتواصل بين طالب مثل ما قلتي فرصة عمل أو شيء يقدر يتابع يتابع حياته من بعد حياته الأكاديمية، أو يتعرف على عدة مجالات. صحيح. إذا ما زبطت هون بزبط بعدين. صحيح. وهيدا هو الموضوع الأساسي. نحن لهالسبب خلينا نشوف نحن والمشاهدين التي في سي تبع هالمعرض، وبنرجع بنتابع. أوكي. ميرسي.
عندك مؤسسة وفرص عمل وبحاجة لموظفين، بدك تأسس نادي أو جمعية، حابب تشارك بتنظيم مشاغل تدريبية وندوات علمية وثقافية، بدك توقع كتب أو تعرض لوحات فنية، عندك إنتاج فكري أو زراعي أو حرفي وبدك تسوقه، شارك معنا بفورم الفرص والطاقات 2019، 4 معارض بمعرض واحد من 13-17 شباط من 10 الصبح للتسعة المساء بالفورم دو بيروت. للحجز اتصل على 04-403-352 أو عبر البريد الإلكتروني events@aurayunion.org. استاذ جاك، مثل ما بنشوف هون بالاعلان ايضا التواريخ تبع هالمعرض، انما رح نرجع نحكي بعد شوي عنهم انا وحضرتك، بس بدي احدد بالاول ونعرف المشاهدين على اتحاد اورا، بدنا نعرفهم اكثر شوي شو هن الجمعيات اللي بتنطوي تحت هالاتحاد، وخاصه وانهم يعني مؤسسات وجمعيات لا تبغى الربح ايضا. كلهم مؤسسات، اورا بتضم 4 جمعيات. نعم. في جمعيه المؤسسة الإعلام الكاثوليكي العالمي، في نبض الشباب، في أصدقاء الجامعة اللبنانية، وفي المعرض المسيحي. نعم. بقى هلأ توحدوا تيعملوا معرض واحد بالفورم دو بيروت، لأنه بحطوا طاقتهم كلهم لإنجاح هذا المعرض، أحسن ما كل واحد يعمل معرضه واحد. أكيد صحيح. الأهداف لا تبغي الربح وإظهار، قلت لك، وجه لبنان الحضاري والثقافي والإيجابية بالمجتمع اللبناني، تنثبت اللبناني بأرضه. نعم. طبعا نحن نقطة بهالكباية، بس إذا كل واحد وكل مؤسسة وكل جمعية بالإضافة للدولة اللبنانية بيشتغلوا لهالمجال تعطي نتيجة. أكيد، وهذا هو الشيء الأساسي. سوري بدي أقول لك شغلة، إنه بتلاقي هالنيجاتيف هالسلبية بالمجتمع عندنا، هلأ طلعي بريبورتاج بتلاقيهم كلهم عم بيحكوا سلبي، بس يطلعوا لبرا هن يشوفوا محل عم بيروحوا برا أحسن من هون. لا صحيح صحيح، وهذا الشيء الأساسي يعني اللي بدنا نقوله، لأنه دائما بفكروا إنه برا أفضل، برا أفضل. أفضل. واللي بيروح لبرا بيسكن فترة طويلة أو بيروح حتى بيقعد بدون بيشتغل فترة طويلة. بدون صحيح بيرجع بيقول إنه ما في شيء إنه تفكر واحد إنه لا برا أفضل، لا بالعكس، واحد لازم كل بلد يفكر. عنده مشاكله وعنده حلوله وعنده واحد، بس نحن للأسف هلأ عم نمر بظرف كتير صعب، إن شاء الله يتضافروا الجهود وعندنا طاقات كتير تنحسن الوضع. لبنان قدي يعني إذا سوري يعني حي بسان باولو أو بنيويورك. مزبوط. يعني مزبوط. داي بدك تتزبطي له وضعه، وعندك إمكانيات كتير كبيرة إذا استغليتيها مزبوط تعطي نتيجة. صحيح. بس انا عم بقول لك هاي القصه انه برا مش احسن عن خبره. أبدا. مش عم بحكيها انه انا لبناني متعصب، خلينا نروحوا يشوفوا برا بيترحموا بيرجعوا. صحيح. في يمكن محلات احسن، بس كل محل احسن في سيئات مقابله اكثر بكثير. صحيح، وهيدا الشيء اللي بدنا نخليه فعلا نعززه عند الشعب اللبناني. مزبوط. انه ايمانهم بهالوطن وعند الشباب خاصه. بالضبط، لانه دائما فكروا انه خلينا اسرع شيء، لا، في هالجو السلبي اللي عم بيصير بالبلد، خلينا نضب الشنطه ودغري نسافر ونفتش على فرصه عمل بالخارج. قديش عم بتلاحظ بهالسنوات الماضيه، يعني 16 سنه على بدء هالمعرض وثاني سنه بالفورم دو بيروت، يمكن مثل ما ذكرت هالسنه من اصعب السنوات انا بحس. مزبوط. لانه فعلا في هالجو للاسف اللي عم بيكون موجود كثير، وعم بيكون في للاسف بعض الامثله السلبيه، بس في بالمقابل ايجابيات كثيره بهيدا البلد. قديش هيك معارض عم بتعزز هالامور؟ هيك معرض اول شيء في تحدي على طول بالمعرض. صح. هون بوجه تحيه الاب طوني خضر اللي بياخذ المخاطره كل سنة عمله، أول كان الوضع صعب. نعم. والسنة صعب، بس بيقبل التحدي والفريق العمل كله حده وعم بيشتغل لهالأهداف اللي حددناها. نعم. لأنه إذا ما تثبتي بأرضك وأظهرتي هالإيجابية، إذا كل واحد بده يظهر السلبية خلص البلد. مزبوط. بقى الهدف منه، وكل سنة في نجاحات كتيرة، يعني كل عمله أول مثلا دخل على المعرض حوالي 23,000 زائر. نعم. سنة متوقعين فوق 25-26,000 زائر، يعني هودي ببينوا انه في اهتمام بهالقصص وبهالنشاطات. صحيح. ومساحة لتعريف الناس على كتير طاقات، مثلا بمهرجان الافلام عم بتشجع الشباب الطالعه والاجانب بيعرضوا افلامهم لاول مره. نعم. نحن بمعرض الفنون المرئيه عندنا أكثر من 30 فنان عم بيعرضوا، وفي عنا فنانين أجانب عم بيشاركوا، عنا من البرازيل، عنا من أوكرانيا، من مولدوفا، عنا من إيطاليا، عنا من أوكرانيا، وفي بيصير تبادل ثقافي، وكل فنان بيظهر طاقته بهالمجالات. نعم. كل واحد عنده مدرسة عنده، وعنا مثلا عرض لترميم اللوحات القديمة، لبنان غني كثير باللوحات القديمة اللي مهملة،
في عنا ناس عم كمان عم مختص بتفرجيكي كيف طريقة الترميم وانه ننتبه على هالتراث المهم اللي عنا. صحيح، وهيدا هون صناعات عديدة يعني عم بتكون عم تشتغل بهالإطار. ايه؟ لأنه إن كان حتى الفنون السينمائية وإن كان الفنون المتعلقة بالرسم وباللوحات، كل وحده منهم ايضا في صناعه كامله وراها، طبيعي. ما واحد يفكر انه شغله هيك عابره. كل شغله عم تعمليها في اربع خمس وظائف وراها، يعني عندك اللي بيعمل البراويز، عندك اللي بيعمل بيحضر طوال، عندك اللي ببيع البرودوي، وعندك الفنان بتشجعيه. صحيح. بتشوف وعندنا كثير فنانين مبدعين يعني. اكيد اكيد، وهن اللي كمان هيك في كثير ناس بنعرف قديش رفعوا اسم لبنان وين كتير. وين ما بيكونوا. مزبوط. ايضا على الصعيد التجاري كمان والشركات الخاصه، التجاري الشركات كمان. عم بتعرف على البرودوي اللي عندها، عم تاخد شباب يشتغلوا عندها، في منهم بيعملوا اكسبيريانس، في منهم بيشتغلوا. صحيح. بعدين في التعاونيات عم بتفرجي منتوجاتها، في الحرفيين، في الكتاب عم بيوقعوا كتب، في ندوات ثقافيه عم بتصير. نعم. في ورش عمل ووركشوبات بعده مجالات عم بتصير، يعني بيكون هالاربع ايام مساحه للتلاقي بنك مختلف هالطاقات، وبدعي هون كل اللبنانيين ياخذوا اولادهم ياخذون على هيك معرض. نعم صحيح، لان لحقين ياخذون على مدينه الملاهي وعلى المطاعم الفاست فود وهيك، وهون اللي بس فعلا يروح يقضوا ساعتين وفي كافيتيريا اللي بحب ياكل او يشرب شيء او يذوق المنتوجات اللبنانيه متوفره. صحيح، وهون كمان هيدا مثل ما ذكرت واحد يعزز هالموضوع عند الاولاد من هن وصغار، يعني مزبوط. لحتى واحد مزبوط. حتى يشجع عندهم حس القياده، حس انه الطاقات اللي موجودة عندهم، ويقدر فعلا يحس حاله بعدين قادر هو يتحمل مسؤولية نفسه ويقدر يأسس حتى شو ما بده. مش بس حس القيادة، أنا في شغلة بحب أقولها لأنت حكيتي فيها، أنه خدوهم يروحوا على معرض فني. مزبوط. لأنه للأسف بتروحي ما حدا بياخد ابنه أو بنته أو ولاده على معرض فني ساعة ساعتين بالشهر يتفرج على إنتاج فني، بياخدون على كل شيء. مزبوط. بينما هون الواحد بيحب مننحسد من غيرنا انه بياخذون بيعرفون على هالفنون، على الموسيقى، على الرسم، على السينما، هودي كلهم بشكل الثقافي اللي هي اساس المجتمع. صحيح، وهيدا الشيء الاساسي فعلا. المهم يتعرفوا الاولاد والشباب على هالقصص كلها. استاذ كمان منسى، خلينا بس نذكر بالختام للحلقه، نذكر بس بالتاريخ تبع المعرض. 13 شباط. نعم. اربع ايام بعد 13 الافتتاح بضل اربع ايام. نعم، ومن اي ساعه لاي ساعه بالفورم؟ من بكره من الساعه 9 10 للساعه 9 بالليل. وبيستوعب كل الاعداد اللي حابين يروحوا يزوروا. بيستوعب كثير. اكيد. ايه. وشركات كثير اللي مشاركه، تعرفوا عليه، كل واحد عنده أفكار فيه يطرحها، كل واحد بحب يتصل تيشارك، حطيته رقم الاتصال. أكيد. وبنهاية بما أنه عم نحكي ثقافة وإيجابية، بحب أدعي اللبنانية وأهالي طرابلس في معرض الليلة بده ينفتح، عملته مؤسسة براندينج تريبولي. نعم. لإظهار وجه طرابلس الحلو. نعم. اللي هو كان نتيجة كونكور تصوير فوتوغرافي بمركز الصفدي، طرابلس بعيونك احلى. اه حلو العنوان كثير ايضا. استغلينا الظرف. نعم. وبصغرتها بكره في فيلم وثائقي عن صليبة الدويهي، الفنان اللبناني الكبير. صحيح. ببلديه طرابلس الساعه 7 عشية، اللي بحبه هيدي بضمن مجالات الحلوة الإيجابية والثقافية بلبنان اللي عم بتصير. أكيد، لأنه هيدا الحلو واحد يركز عليه، لأنه فعلا عم نكون على مدار السنة في إنتاج على طول وبعدة أماكن، مش بس بالعاصمة. أكيد. المهم ننقل هالمشاريع بريت العاصمة. مزبوط، وهيدا فعلا كتير مهم، لأنه منحس أوقات أنه في مناطق ما بتاخد حقها، إنما هون بالنسبة لإجراء معارض بالفعل هو هيدي لازم الدولة وزارة الثقافة تشجع الإنتاج الفني والثقافي بغير العاصمة. مزبوط، وتدعمها بغير بغير العاصمة وبكل المناطق اللبنانية. استاذ جاك، نحن بنشكر وجودك معنا اكيد، وكل التوفيق لكم للمعرض اللي هو كثير مهم فعلا. نشكرك ونشكر تلفزيون المستقبل. يا اهلا وسهلا. بنشكره لانه بيصوب كثير على البرامج، على النشاطات الثقافية. هيدا اقل شيء لازم نعمله. لا بالفعل، اكثر من غيره يمكن بهالمجال. يا اهلا وسهلا فيك استاذ جاك. رح نتابع محطاتنا، وبما انه عم نحكي عن الطاقات السينمائية ايضا، بنعرف قديش السينما اللبنانية عم بتكون ناشطة جدا، وايضا بالصلاة السينمائية روحوا شوفوا الأفلام اللبنانية بالصلاة، ومنهم أيضا فيلم اللبناني خبصة اللي موجود هلأ بكل صلاتنا، بالإضافة لأفلام عديدة رح نعمل جولة عليها بالسينما. بيك عم تظهر علي. She's devastated. حبيبتي مدمرة. ان الله رد من هلأ لشهر بيكونوا المصاري عندكم. حدا منا ضربك عيدك قالك افتح بالجمايزة؟
اللي بعرفه كتير منيح انه انا ما رح اقدر انساه وما رح احب غيره، بس نفس الوقت ما في ضل ناطرته. ضمن افلام هالاسبوع الفيلم اللبناني الكوميدي خبصة عن علاقة بين حبيبين والمشاكل اليومية اللي بيواجهها اي ثنائي بإطار كوميدي ورومانسي، مع رولا بقسماطي، جنيد زين الدين، عبودي ملاح وغيرهم. الكتابة مشتركة بين ملاح وشادي حنا اللي قام بإخراج الفيلم، والإنتاج لجودو فيلمز وتانيا نصر، والموسيقى التصويرية وأغنية الفيلم للفنان مايك ماسي. أنت أخذت وياي الصورة. أنت إلي، ما حدا غيري بيمسكك. ضهر مني، ضهر من حياتي، ضهر من روحي بقى، خلصنا. رح نتابع محطاتنا والشيف حسين صار بانتظارنا وأطباق بلش يحضر لنا إياها. بلشنا الشمرة وهي طيبة، خلينا نشوف وين صار ورشة ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. بأول فقرة من فقرات رشة ملح حضرنا صينية في بقلبها البطاطا، بس تركت أنا البطاطا حب كامل مثل ما هي. بعد ما كنا مشاهدين حاطين لها زعتر، حاطين لها بابريكا، وأيضا حاطين لها من الزنجبيل زيت زيتون، وموجودة صينية بالفرن لحتى تستوي البطاطا. مثل ما خبرتكم بتاني فقرة بدي حضر الدجاج. هيدا الدجاج غسلناه وجاهز عنا كمان الدجاج لحتى نقطع الدجاج ونحضر الدجاج. طبعا مشاهدينا الدجاج بالليمون والزعتر. مثل ما عم بتشوفوا مشاهدينا عم ناخد صدورة الدجاج بهالشكل، ناخد الفتيلة، طبعا الفتيلة كتير طيبة، وأيضا بقطع صدر الدجاج كمان بهالشكل هيدا. مثل ما عم بتشوفوا لكن كيف عم نقطعه بأي شكل. بدنا نتبل صدورة الدجاج، رح نتبلهم بالليمون، وأيضا رح نحط لهم كمان مشاهدينا زعتر، رح نحط لهم جوزة الطيب، ورح نحط لهم شوي من زيت الزيتون وفلفل أسود. رح نتبلهم طبعا ونخليهم لآخر فقرة من فقرات رشة ملح. أنا هون بذكر كل المشاهدين إنه الدجاج لازم نتبله قبل بيوم أو على القليلة قبل 5 ساعات. أنا رح تبله من هلأ لآخر فقرة، ورح نشويهن أو رح نقليهن بآخر فقرة من فقرات رشة ملح. طبعا مشاهدينا رح نحط الزعتر، رح نحط الأوريغانو، ناخد نكهة. هلأ في عنا تتبيلة تانية نفس الشيء، فينا نحط خردل، فينا نحط كمان زعتر أخضر، وأيضا زيت زيتون وتوم وعصير حامض وأوريغانو. كمان بناخد مشاهدينا نكهة طيبة. لكن هيدا الدجاج بعد ما كنا مغسلينه عم نقطعه بهالشكل لحتى نشويه او نقليه باخر فقره من فقرات رشه ملح. خليط الدجاج لكان مشاهدينا صار جاهز عندي الدجاج. شو رح اعمل؟ رح اجي جيب معلقه وايضا رح ضيف باقي المكونات. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشه. لكان عندي زعتر، مقادير عم نشوفها فيها اوريغانو، انتم فيكم تحطوا اوريغانو وفيكم ما تحطوا. عندي زعتر، وايضا عندي جوزة الطيب، عندي ملح كمان بستعين نحط ايضا مشاهدينا رشة ملح، عندي فلفل اسود، عندي ايضا زيت زيتون، ونخلطهم مع بعض. خلينا نجيب ملقط، خلطهم بملقط. لكن مشاهدينا مثل ما شفتوا رح تبلهم انا واتركهم لاخر فقره، وخبرتكم فينا نتبلهم بالتتبيله اللي خبرتكم عنها. هون انتم حسب ما بترغبوا، بس طبعا الزعتر هو بيعطي نكهه كثير طيبه. بالاضافه هون عندي عصير حامض، ضفت عصير الحامض. وايضا خليني اخبركم شغله، فيني اجيب كمان من الحامض، رح جيب حامضة وضيف كمان مشاهدينا برش الحامض، كمان برش الحامض بيعطي نكهة طيبة مع هيدا الخليط. لكن ضفنا برش حامض وضفنا عصير حامض. اوكي طيب، هيدا الدجاج رح حطه على جنب. لكن الدجاج حضرناه لدجاج
بالليمون لاخر فقره من فقرات رشه ملح. بضل في عنا سلطه النودلز. رح اجي جيب نودلز. طبعا انتم هون مشاهدينا فيكم تجيبوا حيلا نوع من الانواع، ما عندنا اي مشكله. رح حطهم واسلقهم بمي طبعا عم تغلي على النار. رح حط معهم شو؟ فيني حط زيت السمسم وفيني حط كمان من زيت الزيتون. رح حط زيت زيتون وايضا رح نحط مشاهدينا رشه ملح واتركهم لحتى يستووا. بدهم حوالي الاربع لخمس دقائق على النار لحتى يصيروا جاهزين. انا بهالوقت طبعا بذكر كل المشاهدين اذا حدا عنده اي سؤال بحب يسالنا اياه فيكم تتواصلوا معنا عبر رقم الواتساب اللي رح نشوفه قدامنا على الشاشه، وانا يوميا بجاوبكم مشاهدينا على الاسئله اللي بتطرحوها علينا. خليني اقول لكم شغله، الاسئله مش بس اسئله مالح، فيكم تسالونا اسئله مالح وحلو، ما عندنا اي مشكله، طبعا بالمطبخين والمطبخ اللي بدكم اياه بكل انحاء العالم. شو رح اعمل؟ عندي لحمه خشنه، هيدي اللحمه الخشنه رح احضر انا خليط او صلصه البشاميل، ورح احضر للحمه الخشنه، رح نقلي بصله بزيت زيتون على النار، نقلي اللحمه، نقلي البصل، نقلي البازيلا، طبعا هون عم نحكي هيدا الخليط للبطاطا الموجوده بالفرن اللي رح نحضرها باخر فقره انا وياكم من فقرات رشه ملح. نضيف هيدا الخليط، نضيف جبنه الموتزاريلا المبروشه نحطها على الوجه، ونرجع مشاهدينا نفوتها كمان، يعني فينا نقول شوي قريبه للجراتان. لكن مشاهدينا تابعونا لاخر فقرتين من فقرات رشه ملح لخبركم عن باقي وصفاتنا لليوم. غيدا، شكرا شيف، اكيد نحن بانتظار كل اطباقك، بس بعد دقائق ضيفتنا رح تكون معنا بالاستوديو، خليكن معنا. اليوم رح نحكي عن جانب أكاديمي كتير مهم، واللي هو الجانب اللي ما بعد انتهاء الدراسة الجامعية، وهو أكيد جمعية المتخرجين. اليوم رح نحكي عن جامعة الإيزاك بالتحديد، ومعنا خريجة من جامعة الإيزاك ألسا خليل. ألسا صباح الخير. هاي غيدا، صباح النور. أهلا وسهلا فيك اليوم معنا باستوديو عالم الصباح. فعلا الموضوع كتير مهم، يعني هلأ أكيد جمعية المتخرجين صار لها سنوات طويلة بالجامعة. صحيح. صحيح. بس أعيد تفعيلها إذا فينا نقول من سنتين. من سنتين حوالي. نعم. السنتين تقريبا بإدارة جديدة مع الأب أنطوان الطحان، يعني بوجه له تحية كتير كبيرة أكيد عم يحضرنا اليوم. نعم. أنا بداية حب أشكركم على الاستضافة غيدا، وتحية كتير كبيرة لتلفزيون المستقبل على استضافته لنا اليوم. أكيد موضوع كتير مهم، لأنه فعلا منحس أنه واحد لازم يسلط الضوء على موضوع الجامعات، لأنه بالدرجة الأولى هن اللي عم بيكونوا هيك الحضن الكبير للتلاميذ، وهن اللي منحس قديش فعلا يعني إذا فينا نقول الشق الأكاديمي بلبنان فعلا يعني بيفتخر واحد، بيفتخر. صحيح. الواحد فيه، ومنحس قديش هالتلاميذ بدنا بعدين من بعد ما يتخرجوا يضلهم بلبنان، بس للأسف لما بيفلوا خارج لبنان بدل فيها صلة الوصل مع الجامعة. صحيح. الأم. صحيح، عبر المكتب يلي هو موجود بجميع بأغلبية الجامعات بلبنان، يلي هو مكتب الألومناي ريليشنز أوفيس، يلي نحن عم نفعله بجامعة الروح القدس بالكاثوليك. إلنا سنتين عم نقوم بنشاطات عديدة، هدفنا الأساسي هو جمع المتخرجين لحتى نرجع نردهم على جامعتهم الأم. نعم. وفي عنا أشخاص برزوا مش بس بلبنان، برزوا بالعالم، وعنا طاقات على كذا مستوى، إن كان المستوى العلمي، المستوى الثقافي، في عنا أشخاص برزوا حتى بالسياسة وبعدة مجالات، فنحن حابين نرجع نجمع كل هالأشخاص ونردهم على جامعتهم الأم ونتواصل معهم. سو عم جربوا ترجعوا بالملفات إذا فينا نقول لسنوات القديمة، يعني لسنوات قديمة كتير كتير. نعم. صح. أكيد. صح. لحتى ترجعوا تخلوا كل التلاميذ اللي تخرجوا حتى من سنوات طويلة يرجعوا يحسوا حالهم قادرين ينخرطوا. صح. مع عمل الجمعية اللي عم بيصير حاليا. مفهوم. أيضا في أنشطة عديدة عم تقوموا فيها هلا. في أنشطة عديدة كانت عم تتم من خلال سنتين من بدء تفعيل المكتب لحديد النشاط اللي رح يصير عنا إن الله راد ب 11 كانون الأول، يلي هو هدف انطلاقتي اليوم لحتى أخبركم عنه. رح يصير في عنا نشاط كتير رائع، عشاء مميز كتير بكازينو لبنان ب 11 كانون الأول. رح تكون فسحة لقاء إذا بدك بين كل الخريجين من جامعة الروح القدس بالكاثوليك لحتى نعزز التواصل بيناتهم، نعزز اللقاء بيناتهم، ونرجع نتشاور معهم هن وين صاروا. ورح يتم خلال هيدا الحفل أكيد تكريم 10 شخصيات برزوا من جامعة الروح القدس بالكاثوليك، برزوا بمجالاتهم بأعمالهم، رح يتم تكريمهم. وعدا عن هيك كمان رح يتم توزيع منح
لمنح دراسيه لطلاب متفوقين عنا بالجامعه. نعم. سو هيدا الايفنت رح يكون هدفه مش بس ثقافه، مش بس انساني، رح يكون كمان في شق تسليه وفرح، لانه رح يكون في عنا نشاط موسيقي مع الويتيام ار. نعم. وبوجه لهم تحيه كثير كبيره لانه رح يكونوا مزينين سهرتنا اكيد. اكيد، وهذا الشيء مثل ما قلتي يعني في كل الوجوه لهالحفل اللي رح يصير ان شاء الله ب 11 ديسمبر بكازينو لبنان. كازينو لبنان. ايضا هون لما بنحكي عن الجمع يعني ما بين لبنان وكل انحاء العالم، ايضا كيف عم ترجعوا تقدروا تنسقوا مع هالطلاب اللي موجودين هون او اللي تخرجوا من يعني من هون وسافروا، او الباقيين واللي بقيوا هون بعد ما تخرجوا؟ صحيح. هلا للاسف نحن مثل ما بنعرف انه اغلبيه الطلاب ان كانوا تخرجوا من الجامعه حابين يكفوا علمهم بينطلقوا لبلد يمكن برات لبنان لحتى يتخصصوا اكثر، او حتى بيصير لهم فرص عمل برات لبنان فبيطلعوا لبرات لبنان. نحن صار في عنا كمان عن جديد صار في عنا تشابترز بكل بلد بالعالم يلي هن تقريبا بفرنسا، بكندا، بامريكا وب ببلد الخليج. نعم. فعم يكون في عنا تشابترز لحتى نقدر نجمع هول الخريجين يلي هن موجودين بهول البلدين، وحتى نحن عم نجرب نقي يمكن الديتس للايفنتس اللي بدنا نعملهم يلي هو يكون ديت اغلبيه المتخرجين عم يجوا على لبنان ان كان بفتره الاعياد لحتى نقدر نلتقى فيهم. هلا نحن غدا عم نشوف الصور عم يرقوا الحفل يلي كان عم بيصير سنه الماضيه كمان بكازينو دو ليبان. بحب بهذا الوقت نوه وسلم واشكر اداره كازينو لبنان على التعاون الرائع يلي عم بيساعدونا فيه، وعلى عن جد هذا التعاطي مع جامعة الروح القدس بالكاثوليك قديش هن عن جد بحبوا يساعدوا من كل قلبهم، فأنا بوجه لهم تحية كتير كبيرة. يعني رح يكون في طلاب موجودين بهالحفل، طلاب هلأ بخلال دراستهم رح يتم منحهم هالمنح الدراسية أيضا حسب تفوقهم. أكيد حسب التفوق أكيد. ونحن عم نركز على شغلة هي جمع الجيلين، الجيل يلي تخرج والجيل يلي بعده عم يتعلم، لأنه يمكن في خبرات هيدا الجيل يلي تخرج قطع فيهم عينا فيهم لحتى ينخرط سوق العمل، فبهمنا كثير نركز انه الاشخاص يلي تخرجوا يشاركوا خبراتهم مع الاشخاص يلي بدهم بعدهم عم يتعلموا لحتى وانس بيتخرجوا يقدروا ينطلقوا بالحياه بلا المعاناه يلي عانوها الاشخاص يلي قبلهم. صحيح، وهيدا موضوع كمان كثير اساسي يعني تبادل الخبرات، لانه بنعرف قديش يعني كنا عم نحكي قبل شوي حتى مع ضيفنا انه دائما بيفكروا انه بالخارج دائما برا احسن، وهيدا الشيء اللي لازم يستفيدوا منه حتى من الاشخاص المقيمين بالخارج واللي صار لهم سنوات عم يشتغلوا بالخارج. صحيح. انه يعرفوا انه لا برا مثل ما هون في سيئات وحسنات. أكيد. ايضا برا في سيئات وفي حسنات. أكيد. سو واحد دائما هيك يعمل هالميزان وما يفكر دائما بالسفر الى الخارج، انما يفكر قديش قادر يوظف طاقاته بلبنان. قديش كمان هذا الشيء عم تشوفوه يعني من المتخرجين، قديش اوقات عم تشوفون عم بيحمسون على امور، قديش يعني خاصه وانه صار في حفلات قبل؟ صح صح. نعم. من لقاءات قبل حتى صار في عنا ندوات، صار في عنا سيمينارز، كان عم يجي عنا خريجين صاروا بمراكز كثير مهمه بالمجتمع. حتى صاروا مدراء شركات، صاروا مراكز مهمه بالسياسه، عم يجوا يعطوا الطلاب خبرات حياتهم، عم يجوا يركزوا معهم على البيسكس، عم نعمل وركشوبس لكل حدا باختصاصه. نعم. لحتى نقدر نعطيهم هل اذا بدك السكيلز اللي هن عايزينها اكثر من الشيء بس الاكاديمي. صحيح. فعم نعطيهم السكيلز اللي هن عايزينها لحتى ينطلقوا بالمجتمع وبالاعمال. نعم. أكيد. وخاصه وانه مثل ما ذكرتي يعني هذا الشيء اساسي وموجود، والطلاب عم يتخرجوا سنه بعد سنه، سو كل واحد منهم عم يدخل بمجال مختلف. صحيح. وكل واحد حسب دراسته كمان عم بيكون في عنده وجود واثبات وجود حتى بمجال مختلف بكل انحاء العالم. صحيح. يعني صحيح. اذا مش بس بلبنان. ايضا الانشطه المستقبليه اللي عم يشتغلوا عليها او من بعد 11 كانون الاول، من ايضا بعد. نعم، شو عم بيكون في انشطه جايه من بعدها؟ اكيد رح يصير في عنا نشاطات على كافه الاصعده. في عنا نشاطات انسانيه كثيره نحن قمنا فيها من قبل ورح نكفي فيها لقدام طبعا، في عنا نشاطات ثقافيه وخصوصي لكل كليه لحالها، رح تكون كل كليه عم تجتمع بين خريجينا والطلاب الحاليين، في عنا كذا كليات عم بجربوا يدمجوا نشاطات بين بعضهم مثل كليه العلوم مع كليه الحقوق مع كلية الطب، فعم نجرب نعمل أنشطة متشاركة مع بعضنا. وأهم شيء نحن يلي عم نركز عليه إن كان خلال نشاطاتنا أو غير نشاطاتنا خلال حفلاتنا وسهراتنا وعشواتنا المميزة، نحن عم نركز على
جمع الخريجين وردهم لحضن امهم يلي صحيح. هي جامعتهم يلي يمكن هن بتعرفي بمرحله الجامعه الانسان بياسس شخصيته بياسس صداقاته احلى ايام الجامعه صحيح هدول الصداقات يمكن اللي بتبقى لبعدين فكتير حلو وكتير عم لاحظها من الخريجين لما عم يرجعوا على الجامعه عم بحنوا للذكريات صحيح. وعم يعطوا من قلبهم يعني هن انا بحب اتوجه لهم خاصه وفي حال عم يحضرونا وانا اكيد انه في كتير عم يحضرونا اليوم بدي اقول لهم انه عن جد انتم ثروه جامعه الروح القدس بالكاثوليك انتم مواردنا البشريه انتم مستقبلنا وانتم رح تعطوا القوه لطلابنا يلي هن هلا بعدهم عم يتعلموا مش عارفين شو ناطرهم بالحياه صحيح فعن جد نحن اذا كان عن جد عندكم هيدا العربون العرفين اذا بدكم عندكم هالتعلق هالاصاله هالوفا لجامعتكم نحن ناطرينكم ب 11 كانون الاول مثل ما انا اليوم اعطيت من وقتي لانه عن جد الروح القدس بالكاثوليك جامعتنا بتعني لي كثير اكيد وهذا الشيء كثير كثير مهم لانه مثل ما ذكرتي مش بس هي جامعتك الام انما هي احد الاعمده ايضا صحيح. ضمن القطاع الاكاديمي بلبنان بالختام ألسا كمان لحتى نقول لكل كل هالطلاب ان كانوا بعضهم موجودين بالجامعه او بتخرجوا او بعضهم باول البحث اذا فينا نقول عن فرص عمل قديش كمان من خلال هيك جمعيه اللي هي جمعيه متخرجين عم بتحاولوا حتى لو شخص راح يكفي تعليمه بالخارج نرده الى لبنان او حتى اذا مثلا حس انه ما في فرص كافيه تقدروا انتم ايضا تسهلوا له كمان حصوله على فرص عمل تقدر تخليه بالبلد صحيح مثل ما ذكرت قبل انه في عنا ناس لمعوا بالمجتمع اللبناني وما كتير معروف انه هن خريجين جامعه الروح القدس صحيح. فهول الاشخاص هن عم بيكونوا قادرين يعطوا فرص عمل للطلاب حتى عم بياخذوا طلاب لحتى يمرنون بين فرص السيمسترز بفرص الصيفيه عم ياخذوا طلاب على شركاتهم لحتى يمرنون ليكتسبوا خبرات وعم بيكون في كتير منهم هن لما عايزين ناس يشتغلوا معهم بالشركات باي قطاع كان عم بفضلوا ياخذوا خريجين جامعتهم لانه بيعرفوا الباك جراوند تبعهم بيعرفوا انه هن تاسسوا بنفس الطريقه يلي الاشخاص المخرجين تاسسوا عليها فعم يفتحوا فرص عمل كثير كبيره وحتى مثل ما ذكرت انه صار في عنا تشابترز برات لبنان بكذا بلد هالاشخاص اللي هن صاروا بارزين برات لبنان عم يقدروا ياخذوا طلاب من عنا يعملوا انترنشيبس برات لبنان صحيح. وحتى يعطوهم فرص برات لبنان واكيد بالنهايه كلنا عم نشجع انه هالاشخاص وهالثروه يلي عنا اياها برات لبنان ترجع كلها على لبنان اكيد صحيح وهيدا هو الشيء الاساسي اللي فعلا واحد عم يشتغل عليه لحتى يحسسهم انه لا رجعوا بلبنان في فرص عمل ونحاول نلغي اذا فينا نقول الاجواء السلبيه اللي عم تكون كثير موجوده هلا بالبلد لحتى نقدر نتخطى هالصعوبات ونحس انه لا خلص بدنا نفكر انه الايام اللي جايه ان شاء الله بتكون افضل اكيد كل التوفيق ان شاء الله لكم لكل الانشطه اللي عم بتقوموا فيها وكل التوفيق للحفل اللي راح يصير ان شاء الله ب 11 الشهر ميرسي كثير انا اسمحي لي بالنهايه ارجع اوجه تحيه كثير كبيره للجند المجهول يلي عم يشتغل من كل قلبه يلي هو مدير مكتب الالومنايز الأب أنطوان الطحان وأنا أكيد أنه هو عم يحضرنا هلأ يلي عم يشتغل من كل قلبه وعم يعطي من كل قلبه لهذا المكتب وعنده قضية ومؤمن فيها ونحن ماشيين معه فيها للآخر مرسي غيدة على استضافتكم ومرسي كتير للفيوتشر تي في يا أهلا وسهلا فيك أكيد يعطيكم ألف عافية وكل التوفيق لهالنشاط وأيضا لكل الأنشطة اللي عم تقوموا فيها على مدار السنة لأنه فعلا العمل صعب بس العمل عنده نتيجة والعمل فعلا بيستاهل واحد يعطيه كل وقته طبعاً. حتى يقدر يحافظ على هالطلاب وعلى هالطاقات اللي موجودة وعلى الدعم للطلاب اللي بعده موجودين خلال دراستهم هلأ بالجامعة أهلا وسهلا رح نتابع محطاتنا بعد دقائق خليكن معنا رح نتابع محطاتنا وتانيا صارت موجوده معنا بالاستوديو ورح نطرح اليوم معها موضوع جديد وخلينا نحكي. يا عمي لما نقول خلينا نحكي ما بنكون عم نقصد شيء مش مزبوط خلينا نحكي هيدا الشيء اوقات مش موجود بين كثير من الاشخاص او من كثير من المجتمعات لانه بيكونوا مطربقين على بعضهم اكثر من مسكرين تنتون بونجور بونجور انا اشتقت لك اطلع عليك الصبح حبيبتي وانا كمان دايما وخاصه وانه الموضوع فعلا قد ما واحد بيحكي عنه بس بضل موجود صح. للاسف وبنشوفه انه مش بس بين اشخاص انما ايضا بين مجتمعات مزبوط ومجموعات ومجموعات يعني صحيح. فعلا بنحس انه هالموضوع
موضوع النزاعات وموضوع انه واحد يقدر صح. يخفف شوي مزبوط. من الضغط صح صعب 100% وخاصة لما منلاقي حالنا بوضع في خطر عنف أوقات بتلاقي حالك انحطيتي بموقف العنف هاجم عليك فاليوم رح نشوف كيف ممكن نخفف من ضغط العمل العنف اللي قاتي علينا صحيح. لأنه النزاع بنرجع بنقول دايما بنقول أمر طبيعي ولكن كيف بنتعامل مع النزاع قصة تانية وأوقات في ناس ما بتعرف تتعامل مع النزاع ولا مع غضبها وما بتعرف تسيطر عليه وبالتالي بتهجم عليه صحيح. من الأمور يلي لازم انتبه لها يلي هي مفاتيح لإلي أنه أنا عم فوت بوضع عنيف هلأ في عدة نقاط رح أعدها ورح أقول بعدين كيف فينا نواجهها نعم. إذا نحن بالمحكي يعني بالكلام يلي بينقال لما حدا بيهددني مباشرة أنا بوضع عنيف لما بيهددني بطريقة مبيتة أو مبطنة أنا بوضع عنيف لما حدا بحط علي شروط وإلا في تهديد كمان أنا بوضع عنيف عندي سوابق مع هيدا الشخص أعمال عنيفة وعم بيعمل هيدا التصرف يعني أنا بوضع عنيف يعني لازم استعمل ذاكرتي صحيح بدك واحد يتذكر بس صايره ذكرتنا مزبوط بس هو العنف اجمالا بضل بالذاكره ما بينتسى عم تهديد انه رح اطلع من حالي يعني عم بينقل لي رح افقد السيطره على اعصابي او عم بفقد السيطره على اعصابي الصوت عم بيطلع عم بيصير صريخ خلال الكلام عم بيصير من هون من الرقبه يعني وعم يتخنوا شريين لما حدا عم يحكيني إعادة استخدام نفس الكلمة أو الكلام كببغاء يعني الجملة أو الكلمة عم تنعاد مرة واثنين وثلاثة ورا بعضهم ورا بعضهم ورا بعضهم وعم تطلع حدتها وحدتها نحن بحالة قريبة من العنف كلام عم يجبرني بده يجيني من فوق يعني عم يجبرني أقوم بعمل ما أو اتصرف بطريقة ما ابتسامة عصبية الضحك لما في ناس بتقلك أنا بس عصب بضحك بس الضحك لما ليل بس هدول ايه في لا لا ايه. في ناس بس بتصير معروفة انها مبينة انها ضحكة عصبية يعني مع شد منا ضحكة من القلب اذا عم شوف الضحكة مقبيلة عصبية انا بحالة عنف يعني بتكون فيها شوية سخرية اذا فينا نقول مزبوط يعني فيها سخرية وفيها تعصيب ايه. لما حدا عم بيحكي واقف عم يطلع فيه بس عم يحكيني كأني مش موجودة عم يحكي بلغة الغائب عني إيه؟ يعني عم يستغيب إنسانيتي مقابيله أنا بوضع عنيف الصريخ أكيد بنرجع منقول المسبات الكتيرة يعني التفليت الكلام يعني ورا بعض ورا بعض والإهانات هيدول كلهم دليل بالكلمات إنه أنا بوضع عنيف هلأ في كلمات جسد في عوامل جسدية كمان بتقلي إنه أنا بموقف رح يوصل لعنف يمكن في خطر علي صحيح. يلي هو شو بيقولوا اكتساح مساحتي الذاتية يعني حدا مقرب علي بشكل كتير قريب نفسه بوجهي واقف إجري على إجري من تحت يعني قريب لهالقد عم يكتسح مساحتي الشخصية صحيح. الأصبع بوجهي مع الاتهام الأصبع كمان إذا إذا حدا عمل لي بإيده يعني شفت أكيد الإيد عم تعمل بوكس يعني نحن بوضع خطير جسدياً صحيح. علينا التحديق يلي عم بيكلني بعيونه يعني مش عم يطلع فيه عم بده يأذيني بعيونه بنظرته التنفس السميك يعني التنفس ورا بعضه صح الاحمرار بالوجه الأنف لما بصير يطلع يعني هزه هول بالأنف عن قريب بصيروا يطلعوا ويفوتوا أنا وعم بحكي وعم بتنفس أو حتى إذا أنا عم جرب اتطلع بلطف يلي مقابيلي ويلي مقابيلي رافض هيدا الشيء بصير يبرم وجهه نهائيا عني ما بده ياني اتطلع فيه وما بده يتطلع فيه هو كلهم دلائل إنه نحن بموقف عنف مش نزاع عنف صحيح وبالتالي كيف فينا نعمل؟ شو فينا نعمل لحتى نجرب ننفس هيدا الشيء؟ من أكثر الأمور يلي فينا نعملها بالمحكي أول شيء نستعمل اسمه للشخص نستعمل يعني مثلا غيدة خلينا نتساعد على الموضوع صحيح. بطبقة صوت رايقة بدي أخذ نفس عميق لما يطلع صوتي بدي أخذ نفس عميق جرب سيطر على الرجفين بصوتي على الخوف على مزهور. الغضب يمكن يلي عم يطلع فيه أخذ نفس عميق واستعمل اسم الشخص يلي مقابيلي إذا بعرفه إذا ما بعرفه كتير منيح أسأله عن اسمه صحيح يعني عفوا بس الاسم الكريم
بهاي الطبقة عم يعني عم بوقف سايكل بيكون عم يبلش مقبيلي عم بوقفه عم نأذه انه شو جايب لجايب ليه عم تسألني عن اسمي او بمجرد يعني الدراسات اثبتت انه اذا بتعرفي اسمه للشخص وقلتي له اياه هو بفوعه الغضب او موجه الغضب يلي فيها بترد شويه سانيتي يعني شويه شويه منطق اذا بدك بالافكار بس المهم انه تكون بصوت هادي صحيح استعملي كلام مثل مثلا كيف فينا نتساعد خلينا نحكي طب ممكن احكي كلمه بهالطبقه يعني واذا عم بستعمل لغه النحنة قد ما فيي لاكسر هالهجوم قد ما فيي احكي بالنحنة ممكن نتساعد خلينا نتفاهم ممكن انه نروق ونحكي بالنحنة عم بدعيه بشكل غير مباشر لهالاخر انه يدخل الى خانه الرواق صح يدخل ويدخل على التعاون صحيح. اذا قادر الكلام ضروري يكون بطيء ما بدي احكي بنفس سرعته اللي غاضب اجمالا بتزيد سرعه الكلام صحيح عنده صحيح. انا بالمقابل لاكسر هال كمان السايكل هالدائره بدي يكون كلامي هادئ رايق هون اكثر مرحله انا بحاجه استعمل اعاده صياغه ما سمعت يعني اذا فهمت عليك مزبوط انت هلا معصب لانه كذا كذا او اذا فهمت عليك مزبوط قصدك هيك 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 ريستيتمنت مع سؤال هيدا الشيء شو بيساعد؟ بيساعد انه يلي فوعة الغضب يفهم انه انا عم بسمعه. انه انا مني بعيدة عن يلي هو عم بيوجعه، لأنه الغضب اجمالا يلي بيودي للعنف هو سطحي، تحته في وجع أعمق، بننساه بنعلق بالغضب. فلما بطرح هالأسئلة أو لما بعيد صياغة ما أعتقد أنني سمعت، أول شيء بأكد لحالي، ثاني شيء بأكد للغاضب والعنيف يلي هاجم علي انه عن جد بنيتي انا عندي النيه صحيح انه روق الامور روق الامور واني اسمع لك وعندي استعداد اني اتفهم او افهم الوضع فهي رساله كمان غير مباشره بتهدئ من العنف يلي ممكن نكون عم نفوت فيه اسال سؤالات يعني ما فهمت القصد مزبوط انه قصدك كذا فيك تعد لي هالجمله لان عن جد ما فهمتها هون كمان عم نفس بلا ما عم فكفك الغضب العنيف عم فكفكو خدوا وقت للتفكير يعني انه مثلا ما تعطوه جواب اذا ما عندكم جواب هلا ما تلتزموا بشيء اذا هلا ما عندكم جواب لانه بيبين انه من الخوف او يمكن بعدين اذا ما قدرتوا تطبقوه تعلقوا بمشكل اكبر وبالتالي طلبوا وقت انا بحاجه لافكر بالموضوع خلينا نفكر بالموضوع على رواق خلينا نتحاور بهدوء خليني افكر اعطيني شويه وقت لفكر اطلب هالامور هلا مش معناتها رح يعطيني الوقت لا هيدي الفكره هذا اللي بدي اقول لك اياه مزبوط واحد بفتره الغضب هدول مشكله واحد يقدر يروقهم مش معناتها انه اكيد رح اخذ يلي بدي اياه ولكن حظوظي اكبر اني اخذ يلي بدي اياه اكيد اذا انا امام شخص فايت بعنف بدوامه عنف عاليه يمكن كل هالامور ما تساعدني ولكن على القليله على القليله بس الحظوظ انها ما تساعدني قليله بس على القليله اذا ما ساعدتني هالتصرف بعد ما تروق موجة الغضب والعنف ويخلص وعلى أمل أنه يخلص على سلامة صحيح. أكيد أنا صاحب الحق يعني أنا ما غلطت إذا فتنا بالقانون فتنا بالمحاكم إلى ما هنالك الحق كله باقي معي ما انجريت إلى عالم العنف معه صحيح وبالتالي القانون حد القضاء حد الرأي العام حد حسب نوع المشكل الرأي العام حولي حد إلى ما هنالك وحفظت على إنسانيتي وكرامتي هاي بأسوأ الحالات بس بلا بستعمل هالتقنيات عندي حظوظ اعلى بكثير انه هدئ هالموجة العنف يلي جاي علي استعملوا كلمات بسيطة ما تستعملوا كلمات معقدة كلمات بسيطة واضحة بدقية لانه بس يكون الواحد غاضب لدرجة العنف عقله ما بيشتغل كثير مزبوط على ليوصل للمفاهيم العميقة يعني ما احكي فلسفة بهاللحظة ما فلسف الامور ابدا بالعكس روح على البديهيات على الالفاظ البسيطة والانسانية ما حدق فيه للشخص مقابيل كثير الغاضب يلي عم بحدق يمكن فيه حدق اطلع فيه بالاحرى بنسبة 65% يعني اطلع شوي فيه ارجع ابرم نظري ارجع ريحه ما حسسه انه انا تهديد بالمقابل لانه ما بدي بين انه انا عم بلعب بنفس اللعبه صحيح اذا عم نلعب نفس اللعبه بيطلع بيكبر المشكل هاي من ناحيه الكلام من ناحيه الجسد لغه الجسد شو فيي اعمل ما تخلوا فراغات بالكلام طويل يعني اذا الصمت
وعم بحدق فيي وصامت وقريب مستحل مساحتي الذاتيه. انتبهوا، ما لازم اخلي هيدا الصمت يطول، لانه اذا طول الصمت في يصير جسدي العنف او يصير اعنف نفسيا. وبالتالي اذا حسيته صار في شويه صمت زياده، كسروه بسؤال، كسروه ببسمه، كسروه بكلمه عن جمله قلتوها قبل بشوي. ما تخلوا الصمت يطول اذا حدا عم بحدق فيكم جسديا يهجم عليكم. ما تدعوا الانتباه اذا ما نكون منتبهين. ما تدعوا انكم فهمتوا اذا ما فهمتوا عليه. برجع على اللي قلناه قبل، أعيد صياغة ما سمعت، سأل السؤال. إذا بالعكس هيدا بيروقه للشخص مقابلك. ما تبرموا عيونكم، ما تعملوا له هيك. تعملوا هيك أصرتوا بمحل تاني يعني. ليه؟ لأنه منستفزه أكتر للإنسان يلي فايت بدوامة عنف براسه. ما أبرم عيوني وأنه أنا ما بق فيه وما بحمل، هاو ما أعملهم بوجهه. ضروري بيّن أنه أنا هادئة وأنا عبالي أنه نتعاون وعبالي أنه نطلع من هالمشكل. هيدول بدون يبينوا بلغة جسدي. ما توعدوا وعود كاذبة بهاي اللحظة. يعني حتى قد ما كان غاضب وعنيف اللي قدامكم، رح يفهم بعدين أنه كان وعدكم كاذب ورح تفوتوا بشي كمان أضخم بعدين. فما توعدوا وعود منكن قدها. ما تستعملوا كلمات بيقولوا لها جارجون، يعني كلمات إذا عم تتخانقوا بشي خاصه بالشغل أو يعني ما تستعملوا كلمات الآخر ما بيفهمها. استعملوا كلمات نفس اللغة نفس المفاهيم بيفهمها. ما تقولوا له إيه على كل شي، خدوا جنبه بالقصة. صحيح. بعد كتير ما بعرف بعد كتير أمور ما بقى عنا ما بقى عنا وقت، بس أكيد ما تعلوا صوتكم. يعني هاي الأمور يعني إذا بدك بملخص بتساهم إنه تخلينا ننزل من درجة العنف يلي معقول يكون جاي ليأذينا جسديا ومعنويا، خاصة وأنه كمان الموضوع بيحمل أكيد تحكي عنه أكثر تانية أكيد. لأنه موضوع أوقات بيكون في أشخاص يعني فعلا ما بيكونوا حتى بيستاهلوا واحد انه يعطيهم وقته. اذا هالقد هو عندهم هالقد عندهم عنف. سو اوقات واحد كمان بيحتار بطريقه التعاطي، يمكن بكفي بجرب روق ولا لا، احسن ولا واحد بينسحب وبيطنش على الموضوع، لانه في ناس عن جد ما بيستاهلوا واحد حتى يعطيهم من وقتهم قد ما صار في غضب وهالطريقه التعاطي والعنف اللي عم بيصير بشكل عشوائي وبشكل كثير كثير مؤذي. نحن بنرجع بنشوفك ان شاء الله تانيا بخلال عالم صباح الاسبوع المقبل ان شاء الله. واكيد رح نتابع محطاتنا بعد دقائق، بيكون معنا الشيف حسين بمحطات مفصلة، خليكن معنا. رح نتابع محطاتنا ورح نحكي هلأ عن الحملة للكشف المبكر عن الأمور المتعلقة بمرض السكري، وهيدي الحملة عم تقوم فيها وزارة الصحة. لها سبب، كان في زيارة لمبنى إدارة تلفزيون مستقبل وتم إجراء فحوص مجانية للموظفين. رح نشوف هالروبورتاج عن هالزيارة والفحوصات أيضا اللي صارت بهالتحقيق، نشوفه هلأ. بدي اعرف عمرك لو سمحت. 50. اوكي. حضرتك لبناني؟ نعم. اوكي. انت مريض سكري؟ نعم. ما عندك سكري. اوكي. اي ساعه اكلت اخر مره؟ من 10 دقائق. يعني صرنا نحن اقل خلال ساعتين اكلين. اوكي. حناخذ لك هلا فحص السكر العادي. السنة قررت وزارة الصحة تعمل حملة توعية للمرضى السكري عن طريق وسائل الإعلام والسوبر ماركت والبلديات، حتى تعمل توعية أكثر للمرضى عن مرض السكري، لأنه مرض السكري هو عوارضه أمرار ما كتير واضحة بتبين. فممكن يكون الإنسان عنده إياه بس مش ما بيعرف عوارضه، ما بيعرف أنه هو عنده سكري. فقررت وزارة الصحة أنه بهالطريقة تعطي مجال أكثر للعالم يكتشفوا السكري، هي تجي لعندهم فرق ما هو يجي لعندهم المريض يعني، ويصير في تأخرات ويصير المريض يعني ياخذ وقت. فوزارة الصحة هيك لقت هاي طريقة أنه أسهل للعالم ليكتشفوا المرض عبكير.
طبعا اذا اكتشفوا بكير المريض احسن ما يكتشفوا مؤخر، بيكون صار مضاعفات اللي هي بتضرب الاعضاء المهمه بالجسم. بتعمل فحص سكري عاده؟ اه. قد ايه بتعمل فحص؟ كل 6 شهور، كل 8 شهور، حسب، كل 3 شهور حسب ما احس حالي دوخان، احس حالي في شيء غلط بس بعمل فحص. عندك سكري عاده؟ عندي بس درجه ثانيه. فبتراقب الموضوع؟ ايه اكيد، بس ولا مره حتى وكنت دوخان كنت حاس انه معبى، حاس هذا، بس ولا مره لقيته طالع، يعني لقيت كل هول العوارض ما له علاقه نهائيا بالسكري، بس اكيد لانه معي هيدا الشيء فدائما بدي راقبه. بتعمل فحص عاده؟ من وقت للتاني. ايه. كل قد ايه بتعمل فحص؟ يعني كل اسبوع 10 ايام، عندي مكنه بالبيت احتياط يعني. عندك حدا بالعائلة عنده سكري؟ ايه الوالدة والوالد الله يرحمه يعني، وخيي الكبير. عشان هيك بتشيك على طول؟ ايه طبعا، اصول يعني، واحد حماية. اتصلوا فينا وزارة الصحة وقالوا لنا انه هن بدهم يجوا يعملوا فحص السكري. It's a very good idea. ركض يلا. That's it. وكيف لقيت الموظفين عم يتقبلوا هيدا؟ كتير احو منك، شايفة هالكيو يلي واقفة هون كتير كتير منيح، بالعكس very positive، ايجابية 100%. رح نتابع محطاتنا ورح ننتقل. هلا شفتوا حتى اليوم الشيف بلش يحضر لنا امور طيبه، نحن ناطرينه في سلاد وفي طبقين طيبين كثير نحن بانتظارهم. رح ننتقل لعنده، ومثل ما ذكركم ايضا اللي حابين يطرحوا عليه اي سؤال عم يبعثوا له اسئله على الواتساب وعم يمرق لهم اسئلتهم بخلال الاسبوع. ورشه ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل. اليوم مشاهدينا في عنا 3 وصفات، طبعا وصفات شهية وطيبة. في شيء بلشنا فيه من بداية عالم الصباح، طبعا النودلز سلقناها، للدجاج لأن في عنا طبق للدجاج بالزعتر، دجاج بالزعتر والحامض كمان نقعنا للدجاج، وأيضا جاهز مشاهدينا عنا للدجاج لنشوي، وفي عنا بطاطا مشوية بصلصة البشاميل واللحم. هول هن لكن وصفاتنا لليوم. البطاطا بأول فقرة من فقرات رشة ملح، جبنا مشاهدينا بطاطا حبة صغيرة، غسلناها كتير منيح من الرمل لأن تحتوي على كمية عالية من الرمل، وحطينا لها زعتر، حطينا لها بابريكا، حطينا لها زنجبيل، بالإضافة مشاهدينا لزيت الزيتون. خلطناهم مع بعض، فوتناهم على الفرن لحتى بطاطا صارت جاهزة عنا. طيب البطاطا لكن مشاهدينا جاهزة، بضل في عندي خليط رح حضره أنا وياكم، البصل مع اللحمة بالإضافة للبازيلا، بالإضافة كمان للذرة، مع نفس البهارات اللي حطيناها للبطاطا. خلينا أنا وياكم نبلش بطبقنا ونبلش نقلي اللحمة مع البصل على النار لطبق البطاطا المشوية. لكن عندي طنجرة على النار، رح حط بهيدي الطنجرة زيت زيتون، وأيضا رح نبلش نقلي البصل، نقلي اللحمة ونضيف باقي المكونات لوصفتنا. طبعا زيت زيتون انتو فيكن تحطوا مشاهدينا زيت نباتي، بس تعرفوا أنا بحب أطبخ بزيت الزيتون صحيا وبيعطي نكهة كتير طيبة زيت الزيتون. لكن رح بلش بالبصل، رح ضيف بصل جوانح أنا لزيت الزيتون، ورح ارجع ضيف كمان مشاهدينا عندي اللحمه الخشنه. هلا انتم فيكم تجيبوا ايضا من اللحمه الفيليه او الفوفيلي وتقطعوها مربعات صغيره وتضيفوا لحمه فيليه او فوفيلي، حتى كمان اللي ما بيحب اللحمه فيكم تضيفوا محل اللحمه دجاج. وايضا مشاهدينا كمان هالطبق فينا نعمله بسمار البحر. لكن زيت زيتون، عندي بصل جوانح على النار بهالشكل هيدا، رح ضيف للبصلات بعد ما البصلة تدبل،
عندي لحمة خشنة، رح ضيف اللحمة الخشنة، وأيضا رح نرجع نضيف البازيلا الخضراء، ورح نضيف كمان مشاهدينا الذرة. منحرك البصلة على النار لحتى تدبل. أنا بهالوقت شو رح أعمل؟ بهالوقت رح أجي للبطاطا. لكن مشاهدينا هيدي البطاطا المشوية، هاي البطاطا المشوية رح حطها بهيدا الجار. طيب لكن عندي البطاطا رح حطها بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا، تركتها بقشرتها. فيني انا قصها للبطاطا نصين، ما عندي اي مشكلة وضيفها. وفي عنا مشاهدينا طريقة تانية. شو هي الطريقة التانية؟ فيني جيب البطاطا فوتها على الفرن، اشويها، بعد ما اشويها قصها نصين وشيل الفرغة من قلبها. بعد ما فرغها من قلبها اخذ البطاطا، خليط هيدا البطاطا بضيفه للبصل وايضا للحمه، وبحط بقلب البطاطا، بعبي البطاطا من صلصه البشاميل اللي راح نحضرها كمان انا وياكم هلا. طيب بصلي على النار بلشت تدبل، راح استعين باللحمه الخشنه. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشه، لكن مشاهدينا ضفنا اللحمه الخشنه للبصل. اوكي هاي اللحمه الخشنه. كمان رح جيب انا بهالوقت شو رح اعمل؟ رح جيب ايضا طنجره، بدي احط كمان طنجره على النار لنحضر ايضا. طيب عندي هيدي الطنجره، رح احط بهيدي الطنجره زبده، لكن مشاهدينا جبنا كمان طنجره لنحضر فيها ايضا صلصه البشاميل. لكن عندي زبده على النار، راح نضيف بعد ما بعد ما تدوب الزبده راح نضيف الطحين. هون نحن عم نحضر الرو، الرو الابيض. خليني اقول لكم شغله، حيلا صلصه بدنا نحضرها بكون في عنا ثلاث انواع رو، اللي هن الرو هو عباره عن زبده بالاضافه للطحين، رو ابيض ورو اسمر ورو اشقر. كل صلصة في إلها لون. أنا اليوم مثلا عندي صلصة البشاميل كلكم بتعرفوا بيكون لونها أبيض، رح استعمل الرو الأبيض. أما الرو مثلا للصيادية زبدة مع طحين بالإضافة مرقة السمك، ناخد رو أسمر أو صلصة الفطر أو غيرها. الكريمات كلها سوا بدها رو أبيض. نحن عم نحكي عن الكريمات، عن شوربة الكريمات أو صلصة البشاميل. طيب خلينا نرجع للبصل وايضا للحمه. لكن البصل واللحمه على النار، ناطرين اللحمه لحتى كمان تطلع ميه اللحمه. بعد ما تطلع ميه اللحمه مشاهدينا راح نضيف البهارات، الزبده على النار، كمان بنحرك الزبده. عندي الطحين جاهز، بدي اضيف زبده، بدي اضيف طحين. عندي من الحليب السائل، كمان حليب السائل جاهز مع رشه فلفل ابيض، رشه جوزة الطيب، رشه ملح. هلا خليني اقول لكم شغله، فيكم انتم صلصه البشاميل تحطوا لها كمان مرقه دجاج او مرقه لحمه، كمان بتعطيكم نكهه كثير طيبه. يعني مش غلط اذا ضفنا لها مرقه دجاج ومرقه لحمه، بس هي اساس صلصه البشاميل زبده مع طحين مع حليب بالاضافه لجوزة الطيب وملح وبهار ابيض. هون بدنا ننتبه لشغله، نحن عم نحضر صلصه البشاميل ما تكعزل عنا، او بده يكون الحليب سائل، بده يكون الحليب سائل وبده يكون كمان سخن، او مشاهدينا بدنا نضيف الحليب تدريجيا مع تحريك المستمر للزبده وايضا للطحين. طيب بهالوقت انا لكن رح جاوب على اول سؤال لحلقتنا لليوم. طبعا مشاهدينا كيف منحضر السمكه الحره؟ السمكه الحره في منها نوعين، في سمكه حره بيروتيه وفي سمكه حره طرابلسيه. طبعا اطيب سمكه لقلكم اياها هي للسمكه الحره او لصيادية السمك هي سمك اللؤز، ولكن مشاهدينا في عنا كثير انواع من السمك انتم فيكم تستعملوهم، بس سمكة اللؤز هي اطيب شيء. طيب بالنسبة للسمكة الحرة الطرابلسية،
بنحط بصل على النار بالاضافه لزيت الزيتون، بصل جوانح، بنقلي بصل الجوانح بزيت الزيتون لحتى تضبل البصله عنا. بنضيف نحن للبصله الثوم. بنكون محضرين خليط مشاهدينا هو عباره عن طحينه بالاضافه لعصير الحامض بالاضافه لعصير البرتقال، ناخذ نكهه كثير طيبه مع رشه ملح، رشه فلفل ابيض وبابريكا لحتى تعطيها لون حلو. لكن على النار عندي زيت زيتون، عندي بصل، عندي ثوم، قدامنا بوعاء في طحينه ايضا مع مي مع عصير حامض عصير برتقال وايضا فلفل اسود وفلفل ابيض مع البابريكا. بنخلطهم مع بعض لحتى يصيروا عندي مثل التراتور، برجع بضيفهم فوق الخليط البصل على النار، بضل احرقهم مشاهدينا ليفقس السارج تعول الطحينه. بعد ما يفقس السرج تعول الطحينه بتكون عندنا السمكه الحره او الصلصه الحره الطرابلسيه جاهزه، بنضيف لها كزبره خضراء، وايضا فيكم تحطوا من الحر الاخضر ما عندكم مشكله. هاي كان بالنسبه مشاهدينا للسمكه الحره الطرابلسيه. اما بالنسبه للسمكه الحره البيروتيه بتحطوا طنجره كمان على النار في بقلبها زيت زيتون، وايضا بتضيفوا بصل مفروم جوانح بالاضافه الى الثوم، بندوره مفرومه شرائح فليفله حمراء فليفله خضراء، وايضا بنحط كزبره خضراء، بنحط كرافس. هون بتعرفوا الكرافس هي ما بيحطوا لها كرافس، بس انا عم بقول لكم حطوا لها كرافس بالاضافه لبرش الجزر، تاخذوا نكهه كثير طيبه. كرافس وبرش جزر بالاضافه للكزبره اليابسه والكمون وايضا ملح وفلفل ابيض، رب البندوره وبتتركوها مشاهدينا كلها تغلي مع الحر الاخضر. طيب هيدي كان اول سؤال لحلقتنا لليوم. طبعا السمكه بنحطها بصينيه او بنحطها على ورق خاص للسمكه او بنحطها على شرائح بطاطا او على شرائح بصل، انتم مثل ما بدكم بتتبلوها بالكمون بالكزبره اليابسه بزيت الزيتون بالبهار الابيض. في عندنا كثير تتبيلات، نحن كمان خلال فقرات رشه ملح صرنا محضرين كثير انواع. بتفوتوها على الفرن على حراره 200، بدها حوالي 45 دقيقه حسب كبر السمكه. نحن هون عم نحكي اذا سمكه كبرها 2 كيلو بدها حوالي 45 دقيقه بالفرن. لكن هون ضفنا، برجع بذكر كل المشاهدين هون شو حطينا، حطينا زبده، حطينا طحين بالاضافه للحليب، وايضا حطينا هلا رح نضيف انا وياكم رشه فلفل اسود. هيدا الخليط مثل ما عم بتشوفوه. هون طلعت عندي مثل ما عم بتشوفوها سميكه شوي، هلا هي مش سميكه بس انا بدي رخيها بعد. فيني اجيب شوي من المي ورخيها كمان مشاهدينا بشويه مي، او فيني اجيب مرقه دجاج رخيها بشويه مرقه دجاج. رح اجيب فلفل اسود. رح جيب كمان مشاهدينا عندي جوزة الطيب، رح ضيف لكن جوزة الطيب، ورح ضيف رشة ملح. وهلأ صار لازم نروح نحن وياكم مع بريك قصير وبنرجع سوا. لكن هون لكن مشاهدينا مثل ما شفتوا ضفت رشة جوزة الطيب، حطينا رشة ملح فلفل أسود. صار لازم نطلع بريك، نطلع نحن وياكم مع بريك قصير وبنرجع سوا. تابع محطاتنا والشيف حسين صار بانتظارنا، اكيد بعضه متابع معنا لانه الاطباق طيبه ونحن صرنا حايصين نحن وياكم لحتى نشوف كيف رح يخلصهم ورشه ملح. لكن مشاهدينا صلصه البشاميل صارت جاهزه عندنا. عندنا هون خليط البصل بالاضافه للحمه، فيكم تحطوا مشاهدينا معهم توم. انا رح اجي بهالوقت ضيف ذرة، لكن مثل ما شفتوا
ضفت خليط ذرة، رح جيب ايضا بازيلا، كمان رح احط بازيلا. صار عندي ذرة وصار عندي بازيلا مع اللحمة والبصل، هيدا الخليط. رح جيب كمان عندي البهارات. طيب خلينا نشوف البهارات. عندي زنجبيل، لكن بلشنا نضيف مشاهدينا البهارات. عندي زنجبيل بودرة، عندي كمان ايضا من البابريكا، بالاضافة مشاهدينا عندي من الزعتر، كمان منضيف زعتر، وايضا منحط كمان رشة ملح ومنخلطهم مع بعض. هيدا الخليط صار جاهز عندي، هالخضار مع البابريكا مع الزنجبيل مع الزعتر، ريحة كتير طيبة وريحة شهية. هيدا الخليط مشاهدينا شو رح اعمل؟ رح اجي لهيدا الخليط، طفي النار ونتركهم شوي. بهالوقت رح جيب زيت زيتون، عندي طواية على النار رح حط فيها من زيت الزيتون. طيب زيت الزيتون لشو؟ عندي صدورة الدجاج تبلناها بتاني فقرة من فقرات رشة ملح، وانا بهالوقت برجع بذكر كل المشاهدين انه صدورة الدجاج طبعا انتقلنا لوصفتنا لليوم، صدر دجاج او عنا الدجاج مع الزعتر والحامض. تبلناهم، حطينا زعتر وحطينا كمان حامض، حطينا برش حامض، حطينا فلفل اسود، وحطينا من زيت الزيتون. انا رح اجي حطهم بالطوي لحتى بلش حضر هيدا الطبق. لكن مشاهدينا بلشنا نحضر الدجاج، هيدا الطبق لحلقتنا لليوم كمان بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا، مع برش الحامض بناخد نكهة كتير طيبة. اوكي كمان بنحط الكمية الموجودة عنا من صدورة الدجاج، ومنروح بنسكب طبقنا الرئيسي لحلقتنا لليوم، البطاطا المشوية مع اللحمة وصلصة البشاميل. رح نحن نفوتها على الفرن لحتى تذوب الجبنة. اوكي لكن هيدا خليط الدجاج صار قدامنا بالطوي. رح اخذ اللحمة مع البصل مع كمان الذرة والبازيلا، رح نضيفهم بهالشكل. عم ضيفهم مشاهدينا فوق البطاطا. اوكي هيدا خليط اللحمة بنوزعهم على البطاطا بهالشكل مثل ما شفتوا. لكان مشاهدينا حبة البطاطا تركناها حبة كاملة، ومثل ما خبرتكم فينا نقصها اثنين. كمان رح اجي اخد الصلصة، حط صلصة بشمال بهالشكل على الوجه. اوكي هيدي الصلصة. شو رح اعمل؟ رح اجي ايضا جيب جبنة الموتزاريلا، ضيف كمان جبنة الموتزاريلا بهالشكل. ورح نفوت هالصينية على الفرن، جبنة موتزاريلا لكن مبروشة. هيدا الطبق صار فينا نفوته على الفرن لحتى تدوب عنا الجبنة. لكن الدجاج على النار، بهالوقت أنا رح جيب نودلز المسلوقة الجاهزة، رح بلش حضر للسلطة. طيب رح جيب كمان أو خلينا نفرمهم. رح أفرم الجزر، مثل ما عم بتشوفوا كيف عم بقطع الجزر بهالشكل هيدا. طيب بهالوقت منقلب الدجاج على النار. لكن مشاهدينا مثل ما عم نشوف صدورة الدجاج، هالريحة الشهية ريحة كتير طيبة.
أما بهالوقت في عنا كمان سؤال لحلقتنا لليوم. قبل ما أجاوب على السؤال أنا بدي أذكر المشاهدين طبعا كمان مرة إذا حدا عنده أي سؤال بحب يسألنا إياه فيكم تتواصلوا معنا عبر رقم الواتساب اللي رح نشوفه هلأ على الشاشة، وأنا كل يوم بجاوبكم على الأسئلة اللي بتطرحوها علينا. أما لليوم في عنا سؤال تاني بالنسبة لشوربة الجزر والبطاطا. فعلا هيدي الشوربة كثير طيبة وكثير صحية. بالنسبة لهالشوربة طبعا رح خبركن على الشوربة المطحونة للجزر والبطاطا. منقلي بصل بزيت زيتون على النار، منضيف للبصل ثوم، منضيف ايضا كرات، منضيف كرافس، منضيف الجزر، منقطع الجزر كيف ما بدكن، وايضا منحط شرائح البطاطا منقليهم مع بعض مشاهدينا. نرجع منضيف مرقة الدجاج لحتى يغلو لحتى يستووا، نطحنهم بالهاند ميكسر. فينا نحط معهم شوية كريم فريش بالإضافة لجوز الطيب، للفلفل الأبيض ورشة ملح. هيدا الطبق بالنسبة لشوربة الجزر والبطاطا. فينا نتركهم نحن للجزر والبطاطا نقطعهم مربعات، ما عندنا أي مشكلة مشاهدينا نقطعهم مربعات ونضيف لهم المرقة مع البصل مع الثوم مع الكرات مع الكرابس. نحن هون ناطرين الدجاج لحتى يستوي الدجاج. رح أجيب بهالوقت أنا أحط مع الدجاج عندي جزر، رح وزع جزر بهالشكل مع الدجاج، وايضا رح احط حد الدجاج. عندي كمان هون مثل ما عم بتشوفوا في عندي ايضا من السبانخ، بحط حدهم شويه سبانخ. طيب رح اجيب الجزر، نبلش بالجزر. مثل ما عم تشوفوا بهالشكل. أنا لك يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا. كيف عظيم قوي كثير عظيم. طيب ما معقول شو حلوة ريحة الدجاج مع الزعتر، ما معقول. شايفة شو حلوة عن جد؟ كثير كثير. رح أجيب كمية. اوكي هنا كل شيء باستا ومعجنات. مصيبتي مصيبتي الكبرى. طيب رح جيب حط الجزر. يلا ها هيك نشيل لك. اوكي هيك يعني. ما يلا والله خلينا نساعدك. رح حط الجزر ايه بهالشكل. اوكي مشان الديكور مشان الموديل. الصوص بعدين بلاش تحضرها، ما هيك انت حاطط المسترد وهيك. ايه يلا ما بدها كثير وقت معنا. بحط لوز او فينا نحط كمان من الكاجو. عندي جبنه رح اقطع الجبنه ايضا حطها على هالشكل. شو عم تحط فتة؟ فتة. اوه يلا عظيمة. كمان بحط جبنة ايضا بهالشكل. ما خلصنا. لا اكيد ما خلصنا، بعد في اشياء بعد في عنا. شو بعد بدنا نحط؟ بعد رح نحط بصل اخضر. كمان ناخذ نكهة كثير طيبة. البصل الاخضر بالفرن. شو في بعد بالفرن؟ في شيء بيصير مثل الجراتا، ما هيك مع البيشاميل. بعدين بطاطا المشويه. اوكي رح اجي بهالشكل، ورح اجي كمان لصلصه الصويا. كمان حط صلصه الصويا علي هون، وايضا رح اجيب زيت الزيتون. بدي اضيف هون زيت الزيتون فوق الخردل، اخلطهم مع بعض. مش معقول شو بيطلع طيب بس واحد صح. يعمل الصوص صح. مع المسترد كثير طيبه بتطلع. رح اجي اضيف زيت الزيتون والخردل. اوكي كمان بهالشكل صار هيدا الطبق اول طبق او ثاني طبق لحلقتنا صار جاهز عندنا. صحيح. خلينا نجي نشوف شو صار في عندنا بالزعتر او الدجاج بالزعتر.
رح نبلش نشيل نحن الدجاج مع الجزر اوكي مع الزعتر كمان. ليكي شو في عندنا سبانخ مثل ما عم بتشوفي بهالشكل هيدا، طبق كثير طيب وطبق شهي. طبعا فينا نقدم معه البروكولي، فينا نقدم معه بطاطا. قولي نحن في عندنا بطاطا صينية، صحيح عندنا بطاطا على جنب. اوكي بحط السبانخ بهالشكل، اوكي بهالشكل هيدا كمان. اوكي بدك تحط الجزرات ولا ولا خلينا هلا مش مشكلة، خلينا نحط الجزرات نظبطه. بس بالاول شو رح نعمل؟ اكيد بعدنا 30 ثانية حسون بس ما نسحب بس البطاطا من الفرن. شو بدك؟ يلا ها ثانية، ما هيك ثانية، اعطينا ثانية عندك 29 ثانية بعدين، اعطينا ثانية من 30. وهيدا الطبق الرئيسي يلا لحلقتنا لليوم عزيم. كمان جاهز عنا، وهلا برجع بجي بحط الجزر، كف الجزرات ها صحيح بهالشكل هيدا. لكن غيدا هول هن ثلاث وصفات قدمناهم لحلقتنا لليوم، ان شاء الله يكونوا نالوا اعجاب كل المشاهدين. انا بدي اشكرك، بدي اشكر المشاهدين، بدي لهم الف صحتين. بكره نحن محضرين ساندويتش كثير طيبه شهيه مع الحبش والدجاج، بلون كوروني الساعه 10 بكره بتوقيت بيروت. طيبه كثير هيدي الساندويتش شكلها، صح اكيد كل الناس بانتظارك بكره شاف، يعطيك الف عافيه. ثانك يو. بكره الساعه 10 اكيد عالم صباح جديد وفقرات جديده. انا بودعكم، غيدا مرزوق بتودعكم، بقيت نهار كثير حلو. انتبهوا على حالكم، سوقوا على مهلكم، ونحن بنشوفكم بكره، وانا بشوفكم نهار السبت. باي باي.